اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامج الكأس العالمي. الموعد يتجدد سنويا في الأمسية الأغلى والحدث الأجمل، حدث كأس دبي العالمي، والذي يصادف السبت 25 من شهر مارس في مناسبة مميزة هذا العام، لأنه يصادف أيضا مع شهر رمضان المبارك. كأس دبي العالمي بنسخته 27 هذا العام من على المضمار الأجمل، مضمار ميدان. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير عبد الرزاق. مساء النور يا رمال، سعيد بتواجدي معك مرة أخرى، وسعيد بتواجدي مع جميع المشاهدين والمتابعين الأعزاء هنا في دالة الدنيا دبي، القطب الذي يجذب إليه أنظار كل العشاق والمتابعين والملاك والمدربين والفرسان، وأتوقع حتى الخيول بذاتها تتطلع إلى دبي التي تستضيف أقوى وأهم وأبرز السباقات العالمية يوم السبت القادم. ونحن معكم في رحلة الكأس، وفي رحلة الكأس العالمي نبدأها اليوم من خلال آخر التجهيزات والتحضيرات إلى اليوم المرتقب بإذن الله تعالى، وهو الموعد 25 من مارس 2023. خمسة أيام هي التي تفصلنا عن ليلة الحلم، وفي تلك اللاماسية الخمسة، وفنلتقيكم بإذن الله تعالى في موعدنا الثابت وهو في تمام الساعة 8:30 مساء، قبل أن نأتي معكم في يوم الخميس بإذن الله تعالى في موعد جديد وهو في 10:30. لكن إلى الكأس العالمية نمشي خطوة بخطوة، نذهب حلما بعد حلم لنصل إلى الحلم الأخير، وهناك في كأس دبي العالمي وليلة الذهب التي نتطلع إليها جميعا بكل شغف ريا. نعم عبد الرزاق، سنتحدث في سياق برنامجنا على مدار الأيام المقبلة عن الأشواط التسع التي تستضيفها أمسية كأس دبي العالمي بجوائزها 30.5 مليون دولار. في هذه السهرة الأولى اليوم يسعدنا أن يكون معنا في استوديو الكأس العالمي سعادة اللواء دكتور محمد العدم، مدير نادي دبي لسباقات الخيل. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا فيكم، أمسي على الحضور وعلى الأخوة المشاهدين وعلى عليكم، ويعطيكم العافية على الجهد اللي قاعدين تقوموا به لأجل إظهار الفعالية للعالم.
شكرا لك اكيد ابو عيسى. وايضا كذلك نرحب معنا على الطرف الاخر سيد خالد خليفه النابوده، بطل الملاك والمدربين في الخيول العربيه في الامارات، وايضا كذلك احد اقوى المنافسين في الخليج. حياك الله معنا ابو خليفه، مشكور على تواجدك. انا اشكركم واتشرف اني اكون ضمن زملائي في هذه الجلسه الحواريه الجميله، والله يعودنا على هذه الايام الجميله كل سنه وكل حول ان شاء الله. امين ان شاء الله. ومحللنا وضيفنا الدائم فيصل سعد، اهلا وسهلا فيك معنا. حياك الله ريا، امسي عليك وعلى زميلك عبد الرزاق وزميلنا الاخوان الكرام اساتذتنا الكبار. اسعد دائما تواجدي معهم صراحه، وجودي بهالسنه هذه كمان وتواجد زميلي المحلل القدير الاخ عبد الله خليفه يعطينا دائما زخم جدا جميل. كاس دبي العالمي اصبح جزء منا واحنا جزء منه، نتجدد ونجدد العهد وان شاء الله نقول امسيه بتكون جميله باذن الله. نحن كذلك مع فيصل ومع الساده المشاهدين، نرحب بك معنا عبد الله خليفه الصحفي والمحلل في عالم سباقات الخيل، حياك الله ويانا. الله يحييك اخوي عبد الرزاق ورحب بك ورياء وكذلك الاخوان المتواجدين والحضور الطيب. وطبعا احنا مسيره كاس دبي العالمي واسبوع كاس دبي العالمي، ان شاء الله ان بنحاول قدر الامكان ان نوصل المعلومه عن الخيل وعن المنافسات وكذلك عن تنظيم كاس دبي العالمي، ويمكن نعيد شويه بالذكريات الجميله اللي كانت في السنوات الماضيه. وقبل ان نخوض بالتفاصيل ونفتح حوار هذه الليله، دعونا مشاهدينا نتوقف عن تقرير عن امسيه كاس دبي العالمي، نتابع. لم يتبقى سوى القليل لنعيش الحدث الرياضي الأهم والأبرز والذي لا مثيل له على الإطلاق، هو كأس دبي العالمي في نسخته 27، فهي قصة نجاح مستمرة على مدار أكثر من ربع قرن من الزمان. وبالطبع جميعنا يعلم ما تقوم به إمارة دبي عندما تنظم الأحداث العالمية، فهي دائما ما تبهر الجميع بجمال ودقة التنظيم والتركيز على كل كبيرة وصغيرة من أجل الخروج بأفضل نتائج النجاح. وتواصل دبي تأكيد مكانتها كمركز رئيسي لرياضات الخيل على مستوى العالم بما تملكه من خبرة وبنية تحتية رفيعة المستوى، كما يمثل مضمار ميدان أيقونتها الأساسية. فقد اكتسب هذا الحدث مكانة متميزة وما زال يحافظ عليها كحدث رئيسي على الأجندة الرياضية، فهو جوهرة سباقات الخيل العالمية. وقد أعلن نادي دبي لسباق الخيل الشهر الماضي عن عدد التداخيل المسجلة لأمسية كأس دبي العالمي التي وصلت إلى 1600 من خلال ترشيح 892 خيلاً من 21 دولة للمشاركة بالحدث العالمي. ويعد كأس دبي العالمي أحد المواعيد المهمة في رزنامة السباقات العالمية، وسيحتفل هذا العام بنسخته رقم 27 والتي رصدت جوائز مالية لأشواطها التسعة نحو 30.5 مليون دولار أمريكي. السباق الافتتاحي التقليدي لأمسية كأس دبي العالمي هو سباق دبي كحيلة كلاسيك المخصص للخيول العربية الأصيلة بجوائزه المالية البالغ قدرها مليون دولار، وشهد تسجيل 78 ترشيحاً من بينهم 17 خيلاً فائزاً بسباقات من الفئة الأولى، وقد يكون أبرزها آخر فائز من نسخة العام الماضي للسباق فيرست كلاس. في ثاني أشواط الأمسية ستنطلق أولى المنافسات المخصصة للخيول المهجنة، وذلك في أول سباقات الفئة الثانية بالحفل، وهو سباق جودولفين مايل، حيث سيدافع البطل باثرات ليون عن لقبه، بالإضافة إلى ديزرت ويزدوم صاحب مركز الوصافة العام الماضي، وذلك سيكون أمام النجوم الجدد. أطول السباقات مسافة بالأمسية هو سباق الفئة الثانية دبي جولد كاب،
والذي يأتي ترتيبه في الشوط الثالث ويقام على مسافة 3200 متر، والذي قد يشهد عودة الفائز الشهير بنسخته 2021 سبجكتيفست وصاحب الرقم القياسي لهذا الشوط، ويضم للمنافسة ممثل جودولفين الجواد سيسكاني بطل سباق ند الشبة تروفي مع بقية الطامحين للفوز. في الموعد الرابع يأتي سباق الفئة الأولى الجوز سبرنت لمسافة 1200 متر على الأرضية العشبية، حيث ظل هذا الشوط مصدر اهتمام دائم، ويأتي ممثل جودولفين الجواد السهيل الذي يحتفظ بستة انتصارات في رصيده، وربما نرى مقياس بنفس أدائه في بلو بوينت سبرنت. الشوط الخامس سيكون محطة انطلاقة ديربي الإمارات للفئة الثانية، وستسعد الخيول بعمر 3 سنوات للمنافسة على مسافة 1900 متر وعلى جوائز مالية إجمالية قدرها $1,000,000، وسيكون من ضمن الأسماء المرشحة بقوة كايرو ممثل المدرب الأيرلندي إيدين أوبراين والمتسلح بالفوز الذي حققه في مشاركته الأخيرة. أما سادس الأشواط فسيكون سباق دبي جولدن شاهين على مسافة 1200 متر على الأرضية الرملية، والذي شهد تألق الخيول الأمريكية في الفترة الأخيرة، ومن الأسماء القوية الأمريكية المشاركة جان نايت، ويأتي بإشراف ستيف سيموسن فيما يقود التحدي المحلي ممثل RRR سويسرلاند وزميله الخطير ساوند موني بذات الشعار والتدريب. فيما سيكون الشوط السابع مخصص للتنافس على لقب سباق الفئة الأولى دبي تيرف لمسافة 1800 متر على الأرضية العشبية وبجوائز مالية تبلغ قيمتها $5,000,000. ومن أبرز المشاركين هما لورد نورث لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات والقادم للدفاع عن اللقب، وسيسعى ممثل جودولفين نيشن برايد لتحقيق الفوز وهو في قمة عطائه السباقي، وكالعادة تأتي الخطورة المتنوعة من الخيل اليابانية. المحطة قبل الأخيرة ستكون مع سباق الفئة الأولى دبي شيما كلاسيك على مسافة 1.5 ميل على المسار العشبي، كما خصصت له جوائز مالية ضخمة قدرها $6,000,000. ويشارك في السباق مجموعة متميزة من الخيول يتقدمها حامل لقب العام الماضي شهريار، بالإضافة إلى وجود المهر إكوينوكس الذي كان الأعلى تصنيفا في العالم من بين خيول 3 سنوات في العام الماضي. تاسع الأشواط ومسك ختام الأمسية وأهمها، فالجميع سيترقب الخيول المشاركة في سباق كأس دبي العالمي منذ دخولها منطقة البادوك حتى نهاية السباق والإعلان عن نجم الحفل. صفوة الجياد ستتنافس على مسافة 1.25 ميل على الأرضية الرملية وعلى جوائز مالية ضخمة قدرها $12,000,000. حامل اللقب كانتري جرامر تحت إشراف المدرب بوب بافرد هو أول المتقدمين للمشاركة، وسيسعى إلى تكرار إنجازه وتحقيق الثنائية في كأس دبي العالمي. ولذلك ستكون المنافسة مشتعلة بين جميع هذه الأسماء، والفائز الأكبر هو الجمهور الذي سيتمتع بمشاهدة تنافس كوكبة من صفوة خيول العالم في إمارة دبي.
لكل الجياد نصيب في كأس دبي العالمي. ليست الكأس فقط هي حلم الجميع، بل هناك 9 أشواط أخرى و9 أحلام سوف تتحقق ل9 فائزين. مهما كان المرشحين فالفائز هو واحد فقط، إلا إذا كان عندنا نفس ما صار في شوط التيرف العام الماضي، فائزين في شوط واحد. ها هي أشواطنا في يوم 25 مارس، بعد أن أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن موعد انطلاقة أول أشواط التي ستكون بإذن الله تعالى في تمام الساعة 3:30 من مساء يوم السبت 25 مارس، والذي سيصادف أحد أيام شهر رمضان الفضيل. وكالعادة سنبدأ معكم في شوط الفئة الأولى للخيول العربية الأصيلة، دبي كحيلة كلاسيك لمسافة 2000 متر، ثم بعد ذلك سوف يكون ترتيب الأشواط في تمام الساعة 4:05 سباق الفئة الثانية جودلفين مايل، ومن ثم سباق الفئة الثانية دبي جولد كاب وهي كأس دبي الذهبية، بعد ذلك سباق الفئة الأولى الثاني في الأمسية والأول للخيول المهجنة وعلى مسافة 1200 متر العشبية، وهو سباق الفئة الأولى الجوز سبرنت. بعد ذلك داربي الإمارات للخيول بعمر 3 سنوات سوف يكون الشوط الذي يليه، ومن ثم أهم وأقوى 4 أشواط في الأمسية على التوالي: سباق الفئة الأولى دبي جولدن شاهين 1200 متر رملية، سباق الفئة الأولى دبي تيرف 1800 متر عشبية، ومن ثم أقوى الأشواط العشبية: سباق الفئة الأولى دبي شيما كلاسيك على 2410 أمتار عشبية، وشوط كأس دبي العالمي في تمام الساعة 8:35 على 2000 متر الرملية. إذن مشاهدينا بانتظار الأمسية الأغلى والأجمل على فعاليات الساحة الرياضية العالمية يوم السبت المقبل 25 مارس. أبدأ الحديث مع سعادة اللواء دكتور محمد العضب. هذا العام يصادف حدث كأس دبي العالمي مع شهر رمضان المبارك. أنتم سبق وتعاطيتم مع أكثر من حدث، منها جائحة كورونا وغيرها، هذا يعطي مرونة في التعاطي مع المفاجآت دعنا نقول. هل كان هناك محاولات ربما لتغيير الموعد أم الموعد ثابت أم ماذا؟ بعد انتهاء كأس دبي العالمي أو الموسم الماضي السنة الماضية اجتمعت الإدارة على أساس أنه بيكون عندنا الموسم بيدخل بنبدأ فيه وبننتهي على شهر رمضان المبارك، وبالتالي الحمد لله رب العالمين يعني المسألة ما كان فيها مفاجأة بحكم إحنا كنا عارفين المواعيد، وبالتالي دخول شهر رمضان المبارك بيكون بيصادف كأس دبي العالمي إذا الموعد ظل على ما هو عليه. فكان المفاضلة على أساس أن السباق هذا بيكون لمدة 3 سنوات قادمة، بيكون عندنا شهر رمضان المبارك بيدخل علينا في الكأس، ولكن بمواقع مختلفة للشهر الكريم. فتم التشاور مع الحكومة على أساس أن الطرح كيف بيكون، وبعدين جاء القرار بأنه بيكون هناك إن شاء الله السباق بيستمر في شهر رمضان المبارك، على أساس أن هاي عبارة عن تجربة. نحن أيضا ممكن نرى أن هاي عبارة عن إضافة للأمسية هذه، لأن نحن عندنا شهر فضيل، نحن فرصة من خلالها نطلع الأجانب أو الضيوف اللي عندنا في سباقات في الأمسية هذه إلى عاداتنا تقاليدنا المرتبطة بالشهر الفضيل. ونحن طبعا بلد التسامح، بلد الكرم، الحمد لله رب العالمين. فهذه كلها عبارة عن أيقونات ومناظر جميلة بتعكس بتعطي صورة أفضل للأمسية إن شاء الله تعالى. وأكيد بعد أن أعلنتوا عن السباق أنه سوف يجري في توقيته في شهر رمضان الفضيل، ماذا عن التوقيت؟ يعني هل كنتوا بين عدة توقيت مختلفة؟ أن الكثير من التساؤلات كانت قبل إعلانكم عن التوقيتات، وأكيد وصلتكم هذه. حدثنا عن اختياركم التوقيتات والانطلاقة اللي بتكون في تمام الساعة 3:30، والجدول اللي اعتمدتوه، هل ستكون هناك توقفات عند وقت الإفطار وغيرها من هذه طبعاً المرات؟ العملية تحكم يعني تحكم من خلال متطلبات ضرورية نحن بحاجة نحن نكون على دراية فيها في عملية تحديد المواعيد، منها المشاهدات حول العالم، منها السباقات هي بتنقل عبر القنوات البث على العالم كله، فنحن بحاجة يكون عندنا مشاهدات عالية.
وبالتالي نحن نبحث عن الأوقات الصحيحة للسباقات هذه. وبعدين بعد التشاور نحن وصلنا إلى المواعيد أو الأوقات الموجودة، أخذت بعين الاعتبار أيضا الشهر الفضيل، بحيث أن نحن نعطي مساحة لصلاة المغرب والإفطار، وبعدين نكمل على الأشواط المتبقية بعد الإفطار إن شاء الله. نعم، جميل جدا، يعني طابع رمضاني، وانا انا ما ابغي، يعني انا قاعد اشوف اشياء ورايا ما ابغي اتكلم عنها ابو عيسى لان ما شاء الله نادي دبي صباح الخير قاعد يجهز على الاحتفالات، وفي مفاجآت على فكره. حضورنا الكريم اللي تتابعونا لازم تحضرون يوم السباق، لان الاحتفاليات اللي شفناها سكوب بسيط منها، ما بتكلم عنها ابو عيسى، بس في مفاجآت اتوقع ولها طابع رمضاني حلو. فعلا زاك من خلال منبر قناتكم نحن ندعو الجميع لحضور الأمسية هذه. الأمسية بتكون جدا طيبة متزامنة مع الشهر الفضيل. عندنا نحن في نادي دبي لسباق الخير وفرنا جميع الاحتياجات للأمسية، أن يقضونها الأسر مع بعض في الإفطار الموجود عندنا في مساحات جدا مفتوحة وأعداد جدا كبيرة ممكن المنطقة تستحملها، وبالتالي هاي بيكون عبارة عن فرصة أن الأهل يحضرون أو الأسرة تحضر وتشارك الأمسية وأيضا مشاركة الشهر الفضيل إن شاء الله. طبعا الشوط الأول سوف يكون كحلة كلاسيك العربية ما حمل اللقب، يعني بيفتتحون الأمسية إن شاء الله في هذا السباق. طبعا في الأمسية بعد أن أصبحنا خلاص نحن في شهر رمضان الفضيل، أتوقع الخيل ما يختلف عليها شيء، أنتوا دائما في كحلة كلاسيك مع الموعد هذا دائما تركضون الظهر، دائما تركضون في النهار، دائما تركضون الخيل العربية، صالفة وقادرة على هذا التحدي. ولكن أبو خليفة بعد هذا العام، العام الماضي عفوا، هذا العام كيف هو تجهيزكم للكحيلة كلاسيك؟ ما شاء الله الخيل اللي مشاركة خيل كلها متميزة، لها كلها حظوظ، ودائما يوم تكون الخيل متميزة وقوية هذا يعطي ثقل للسباق، وليس الثقل المادي. الثقل المادي جدا جيد وجميل، ويمكن تلقى دول شقيقة البرايس موني عنده اعلى بهذا بكثير، بس دائما احنا كاهل خيل نهتم منو الخيل اللي مشاركه في السباق، هذا اللي يعطي الخيل اللي يعطي السباق وزن. وما شاء الله الخيل اللي موجوده كلها لها حظوظ، كلها لها اسماءها في السباقات. طبعا انا من اللي يشجعون التوليد المحلي وتوليد الامارات، مع الأسف ما عندي حصان السنة، بس من ضمن القائمة في حصان لسيدي سمو الشيخ طحنون توليد الإمارات، وإن شاء الله يكون يمثل الإمارات بأحسن صورة. ترى هذا من حسن حظنا نحن، ليش أبو خليفة اسمح لي، يوم يكون المشارك يكون عليه ضغط الشخص، لكن يوم يكون الخيول كلها ما في حصان منافس له يعطي انطباع على أنه شو التوازن، شو قوة التوازن الانتاج المحلي. بس انت خافك تشوف عند التوازن عند الانتاج المحلي بخلي. لا صح، لا بس انا احصاني طال عمرك دائما يركض مسافة الماي بصراحة. يعني هذه تعتبر تجربة جديدة عليه على هذه المسافة، لان انت تدري يعني الخيل خاصة لو كانت مولودة في اوروبا، بس انا يبع عمر 3 سنوات وتأهلها وكمان يتحكم فيها الريتنج والسباقات اللي موجودة هني، بتكون تجربة. يعني في خيل معاه في السباق أجدر وأقوى وأثبتت نفسها في هذه المسافة، يعني نكون واقعيين إن شاء الله حصاني يركض جيد يعني، بس أتمنى إنتاج الإمارات تكون لبصمة في هذه الأمسية إن شاء الله. أيضا مشاهدينا ترافقنا في هذه الأمسية الرسامة مريم منصور المتواجدة معنا هنا في الاستوديو، وترسم لنا لوحات خاصة بسباقات الخيل، وهذه لوحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو المحب الأول للخيول. فيصل، حضرتك جاي للتو من السعودية وتابعت كأس السعودية، عدد كبير أيضا من الخيول التي شاركت في السباق هناك قادمة إلى دبي. فعلا رأيي، أول شيء أنا سعيد تواجد معكم للمرة الثانية، وتعقيبا على كلام الأستاذ محمد العضب على الدكتور فيما ذكره على كأس دبي العالمي، إنه
أنا أعتقد أنه يمكن هذه من الأفكار السباقة لدبي بصراحة. يعني أنا ما أتوقع أنك أن دائما رمضان وبطولة عالمية، فأعتقد أنه نقطة الربط صارت تحسب اليوم لدبي، فأنك اليوم تفضل كمان حتى بنقطة مهمة قالها الحين إحنا 3 سنوات القادمة. أنا جالس أفكر بكلامه، طيب هذا بعد 3 سنوات بيلحق عيد، فأنك تربط يوم دائما الأفكار الجبارة فيما عندك بمناسباتك بالأحداث، فهذا الشيء مو بسهل، وهذا الشيء دائما يطلب قرارات شجاعة، خطط جبارة، وهذا يمكن ما تعودنا عليه لدبي. شوفي أنا للأمانة متابع كأس دبي العالمي من بداياته، للأمانة ما مرت نسخة إلا أنا أستمتع في التنظيم، أستمتع في الأفكار الجديدة، أستمتع في نوعية الخيول اللي تيجي. دائما إحنا نستشف من دبي القدرة والهيمنة في صناعة اللا مستحيل. فتبغى دائما تبغى تشوف أي شيء فكرة جبارة، أدري أن دبي بتكون سباقة. يمكن هذا الديدن تعودنا عليه من الشيخ محمد بن راشد، الله يطول عمره ويحفظه ويمده بالصحة والعافية. اليوم هذه الإنجازات اللي تحسب لدبي بالجملة، أنا أتكلم ما أتكلم إنجاز واحد، أكيد ما كان فيها وراها خطط جبارة. فنجاح كأس دبي السنة هذه أعتقد أنه نجح قبل لا يبدأ. الأفكار مثل ما قلت لك الكبيرة واضحة وجلية. اليوم أنا بصراحة ليومين من البارح واصل، لكن نسبة الأجانب اللي أنا شايفهم من البارح لليوم حتى أعلى من السنوات الماضية. طيب رمضان نجح الربط، هنا تقيسها نجح الربط. لو الربط ما كان ناجح ما كان شفت هالناس هذه جت بهالكميات هذه. عطاءات لا محدودة، نوعية الخيل المشاركة، لما قرأت أنه التسجيل الاشتراكات المبدئية 1600، أنا أعتبر ما عمري سمعت أنه في عالم سباقات الخيل أنه يوصل على حفل واحد في يوم واحد عدد هذا التسجيل الضخم. لكن أرجع وأقول لك البنية التحتية والخدمات اللوجستيك وما تقدمه دبي، هذه هي تخلي دائما كمالك خيل وكمدرب وكعاشق وكحتى مشجع وكجمهور، أكيد هذه النقطة هي اللي تجمعنا دائما دبي. فنتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. أنا متوقع أنه الحدث بيطلع حدث استثنائي في جميع التفاصيل، عدة نقاط نستطيع نستطرد فيها إن شاء الله، بس عشان نترك الحديث باقي زملائي. نعم، لأن كنت بسأل أبو خليفة اليوم شفته مصور في التدريب أو البريز الخاص بالخيول اليوم مع بداية كأس دبي العالمي. إحنا نعتبر كأس دبي العالمي بدأ أوردي خلاص مع البريز اليوم، فعاليات مصاحبة سنة ثانية أبو خليفة لهذا الحدث يبدأ معنا، أصبح خلاص هو الحين هو اللي يبدأ كأس دبي العالمي وليس بريكفاست وذ ستارز اللي كان كالعادة هو اللي يبدأ لنا فعاليات مصاحبة كأس دبي العالمي. أكيد، شوف إحنا كل سنة بالسنة إحنا ياسين نشوف في تغيير في أمسية وفي في أسلوب الفعاليات في كأس دبي العالمي. أنت قبل إحنا كنا مثل ما ذكرت أنت بريكفاست وذ ستارز، وكنا بدينا مثلاً ببطولة الفرسان، وبطيب بدينا مثلاً بأمور كانت محتاجين الأنظار العالم نحو دبي. لكن الحين دبي هي محطة رئيسية من ناحية أنك أنت اليوم توزع الخيل على مستوى العالم، أنت عندك مزادات، أنت عندك كمية، عندك كواليتي، وهذا دليل أن أنت اليوم يوم تشوف أمسية كاس دبي العالمي يعني تلقى فيها 16 خيل لعبد الرزاق من تصنيفها من 120 إلى 126، يعني هذا دليل أن أنت فعلا موجود على التصنيفات العالمية بشكل كبير. عندك 53 خيل تقريبا، يعني بالإجمالي 115 من فوق، يعني أنت اليوم ياس تتكلم أن التصنيفات اللونجين العالمية اللي موجودة على مستوى العالم، أنت ياس تتكلم اليوم أن أنت موجود في خارطة، وكذلك كاس دبي العالمي موجود على الخارطة. لهذا الفعاليات المصاحبة اللي تكون في أمسية كاس دبي العالمي، هذه الفعاليات هي اللي تجدد الروح وتعطي طابع جديد لمشاهد ولزائر، وأنك أنت تكون محطتك الرئيسية هي دبي عشان توصلها وتكون مستقر فيها وتأخذ راحتك فيها وتكون مالك وتكون مهم، تفتح لك الأبواب عدة، وهذا هي أصلا الهدف الرئيسي من كاس دبي العالمي ومن دبي، وخاصة أن عندنا خيول متأهلة من السباق الماضي للكاس للداربي، هن مستر راج أتوقع وكذلك الحرس ثلاثة جوسلجرز جو ثلاثة، نعم الله يرحمه والديك، نعم. صح، مشكور على التصحيح، جوسلجرز جو ومستر راج ومستر راج، نعم ثلاثة أسماء من المزاد الأول. أنا صراحة أبو عيسى إذا بقيس النجاح أنا شخصيا بقيسه ما شاء الله بالتواجد للجانب. أمس الإيجنتس العام الماضي كانوا موجودين، لكن السنة هذه زيادة 40%، زيادة 40%، وحتى أنا اللي شفته ما شاء الله إيجنتس كوالتي الخيل عبد الرزاق، كوالتي الخيل اللي جاي السنة دي كمان أفضل، يعني ما تقول إنهم جابوا الكواليتي نفسها أو أقل، السنة هذه ارتفع وفتح آفاق في عقول الناس جديدة. ترى مبيعات العام الماضي كسبت في 5 قارات، في 5 قارات، هذه حط تحتها خط جدا مهم، لأن اليوم أنا أشتري من هنا وروح أكسب في اليابان، روح أكسب في أستراليا، روح أكسب في أمريكا، تفتح لي آفاق
وهذه نقطة جدا مهمة. أحب أشارككم نقطة. أول ما كانت عندنا تصور بدء المزاد فكانت التصور على أساس أنه بيكون هل بيكون المزاد مقتصر على الخيول أن تظل، لأن عندنا مزادات محلية نحن تقام، وعلى أساس أنه بنمشي نفس الكونسبت أنه تبقى جوا تبقى داخل الدولة. طبعا الطرح اللي جاء بعد ما تم التناقش وتم التشاور مع أصحاب السمو الشيوخ على أساس أنه نحن ما بحاجة إلى مزاد يكون فقط مزاد، نحن بحاجة إلى مزاد إن يكون ماركة. جميل. مزاد جميل. هذا يعطي اسم، والاسم هذا يكون عبارة عن ماركة وتدور العالم، وهذا بالفعل الحمد لله رب العالمين إحنا دخلنا في النسخة الثانية وصلنا للمبتغى. اليوم عندنا خيول تشارك في قارات مثل ما تفضل أخوي، اليوم عندنا خيول تشارك في سباقات وأعطت إثبات أن المزاد هذا لم يكن عبارة عن فعالية مصاحبة فقط. نعم هي فعالية مصاحبة، ولكن هي عبارة عن حدث نحن متوقعين إن شاء الله تعالى على مدى 5 سنوات القادمة أن يكون مزاد له اسمه في عالم مزادات الخير في العالم إن شاء الله. بس شو النقطة الفاصلة من وجهة نظرك أبو عيسى اللي كانت فعلا فاصلة في نجاح المزاد؟ هل هي النوعية القليلة 73 اسم فقط من النقوة حول العالم، أم أن طريقة البريز أنها ما تكون فيها ضغط عشان ما تنصاب الخيول؟ الاثنين إن صح التعبير. نحن كان هدفنا من البداية البحث عن أفضل الأسماء وأنها توصل إلى دبي وتدخل في المزاد. هذا كان جدا نحن طرح مهم ننظر إليه، كنا نختلف فيه عن مزاد نهاية الموسم ومزاد بداية الموسم يحصل عندنا في دولة الإمارات. نعم الهدف كان وجود أفضل خيول العالم من أفضل أنسال ومن أفضل السلالات أن تدخل عندنا في الإمارات وتشارك، وهذا الحمد لله رب العالمين الجهد كان كبير. أول نسخة على أساس نحن نحط كراتيريا معين نمشي عليه، ونحن الحمد لله رب العالمين ماشيين بهذا الاتجاه، وان شاء الله كل سنه بيكون افضل عن السنه بعد ان شاء الله. عبد الرزاق ممكن نضيفك شغله بس معلي كمان على السريع. دائما انت اليوم المزاد يوم يكون في دول الخليج خيل الثوربيد من اصعب الخيول انك انت تخليها في دول الخليج، بحيث انه معروف انه صعب انك انت تولد حصان في وقت الصيف مثلا. في وقت الصيف. نعم. لكن انت اليوم محتاج بعد لازم تجيب خيل اللي يتلائم مع جو دول الخليج. لهذا الاختيارات اللي موجودة من السلالات، هذه السلالات لو انت لاحظتها عام الماضي تقريبا كان فيهم نسبة 50% هي اللي شاركت في دول الخليج حققت نجاحات. هذا العام احنا ياسين نشوف في فحول جديدة دخلت مثل مسار، مثل البطل البريدس كاب اكسلريت نعم، وميتولي نعم. هذه السلالات هي اللي فعلا بتخلي هذا المزاد محطة رئيسية لمعظم الناس اللي جايين دولة الإمارات. سيد خالد، يعني أعتقد أنت خير من يحدثنا عن هذه التجربة، يعني إنتاج خيول محلية، لكن الخيول ما شاء الله عندك تقارع الخيول الأجنبية والخيول المستوردة. حدثنا عن تطور المستوى في هذا. الحمد لله، هذا كان بالنسبة لي أنا تحدي أني أثبت للعالم أن إنتاج الإمارات يقدر ينافس على كل المستويات. طبعا هذا ما صار في يوم أو في سنة أو في سنتين، في مدى أكثر من 20 سنة تعلمت من أخطائي، وكان الفضل الكبير بعد رب العباد للمرحوم الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه طيب الله ثراه، كان دائما هو اللي يوجهني في أمور الخيل العربية. الحمد لله اللي وصلت له أني عرفت كيف الخيل العربية أقدر أخليها أقلم مع طقس الإمارات. مثل ما تعرفين الأرض عندنا احنا فقيرة بالمعادن، لذلك لازم تستورد الحشائش الأعلاف. استعنت بخبرات أمريكية كنتاكي ريسيرش في خلطة العلف، تجهيز الخيل وتأهيله اللي يسمونه بري ترينينج قبل ما ترسله للمدرب، هذا جدا مهم. ومعظم الإخواني المنتجين كنت أقولهم لازم تركزون على هذا، إن إنتاج الإمارات يكون كبنية وتجهيز أقل عن الدول الأوروبية ب6 شهور لو إن شاء الله مولود في نفس السنة ولا في نفس الوقت. لذلك تحتاج تأهله وتجهزه وتبني عضل فيه عندك في المزرعة أو في مركز متخصص لتأهيل الخيل قبل ما تروح للمدرب، وهذا كان له دور كبير طبعا مع العلف في حلقة دائرة يعني
مش بس المالك، المالك يمكن يختار الأم والأب بعد ما تنعرض عليك المسافات اللي موجودة هنا لتنتج، بس ما في ضمان في الخيل. أنت تحاول أنك إنتاجك يقدر يركض في هذه المسافة. الحمد لله فضل من الله قدرنا أن خيلنا قدرت تفوز، ومثل ما تقول يعني تركب السلم شوي شوي لين ما قدرنا نقدر ننافس ونفوز في سباقات جروب 1. نافست ما شاء الله ووصلت وفزت في الجروب 1 وحتى على بطولة الملاك في الخيول العربية، ولكن مع الطفرة اللي قاعدين نشوفها مزاد الثربريد البريزاب مزادات الأخرى كثرة الخيول اللي جاية، خالد خليفة داوود ما تتبادر لذهنه الدخول إعادة الدخول مرة ثانية للمهجنات للثربريد؟ للثربريد. شوف الثربريد إذا دخلت فيه يدخلك فلوس، اما العربي لا حنفي وتصب لك ماشي. بس 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 دائما دائما انا دائما الله يرحمه كان يقول لي خالد ما دخلت في الماراثون، خالد ما دخلت في مسابقات جمال الخيل. كنت اقول لك طويل العمر صعب، قال لي انا معاك لان الشيخ حمدان نعم انا معاك لان اذا خالد ركزت في شيء واحد بتقدر تنافسنا، بتقدر تنافس الكبار. أما إذا تشعبت بعدة بتفوز بس بيكون مستواك متوسط، ما بتقدر تتميز في شيء معين. وأنا بصراحة أخذت بكلامه، وأنا يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، في وايدين يقولوا لي خالد إنتاجك ما شفناه برا الإمارات، ما نافس في أوروبا. دائما ردي يعني الحصان أو اللي تنتجه هذه مش سيارة ولا شيء، حصانك متعود على أرض رملية، على طقس رطوبة، حافر صغير ما بحافر كبير، أنت تنقله إلى أوروبا الله يعلم يوم السباق يمكن تكون ممطرة الأجواء بتأثر على اسمك. لا ثاني شيء أنت يوم ترسل خيل برا الإمارات أنت تمثل علم دولك وليس تمثل نفسك، لذلك صحيح. لازم تحسبها صح. ما عندي مانع أشارك في المملكة، أشارك في دولة قطر، في الخليج، لأن الطقس تقريبا قريب لطقس الإمارات. ما أكثر نصيحة أو أهم نصيحة بتوجهها للملاك الجدد بعد ما شاء الله خبرتك الطويلة؟ ابتدوا وين احنا وصلنا واسألوا أهل الخبرة. دائما أنا دائما يسألوني أي مدرب تنصحنا، أقولهم افتحوا الياري مال الشامبيون هذا وشوفوا مين العشرة المدربين. بس مشكلة بيشوفون أول اسم الريستورتيل. لا والله لا أنا بيحطون وياهو يا خالد. لا وفي شغلة واحدة مهمة أنا آمن فيها، كلهم المدربين والنعم فيهم كلهم جربيتهم. نعم. في مدرب حظك يمشي معه وفي مدرب تحبه بس حظك ما يمشي معه. لذلك آمن بهذه الشغلة، يعني أنا دائما للمالك يختار المدرب اللي يرتاح معه ويقدر يطول باله على الخيل. أما في الإنتاج لا، يسأل المزارع الكبيرة اللي في الإنتاج ويأخذ مصالح. عبد الرزاق طبعا احنا يعني نعرف ابو خليفه انجازاته ونصائحه اللي حصلها من الشيخ حمدان مغفور له وكذلك الشيخ محمد بن راشد وغيره من اصحاب السمو الشيوخ اللي كانوا داعمين، لكن ما حد يعرف لين الحين. اسمح لي بس انا اوجه له هالسؤال هذا، ما حد يعرف ان اصلا حب الخيل بدا من وين لخالد خليفه النابوده. انت اليوم ما شاء الله بحد ذاتك انت امبراطوريه من ناحية أنك أنت منتج وكذلك أسطبل وتشرف وتنافس، يعني أنت لا يكون عندك يعني محطة بدأت فيها تحب الخيل. إحنا نبغى نعرف المحطة هذه متى بدأت فيها. أنا في بداياتي كنت أحب الخيل المهجنة وركبت خيل المهجنة وشاركت في أمسية كأس العالم بخيل مهجنة. نعم. بس بعد زيارة الله يرحمه الشيخ حمدان لي للمزرعة وشافني يالس أنتج خيل مهجنة، في وقتها ما كنت مهتم بالخيل العربية أبدا، قال لي خالد اللي تسويه غلط. أول شيء إحنا ما بندعم الخيل المهجنة لأن الطقس هني ما 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 يمشي معها، وثاني شيء الخيل المهجنة لازم الفحل يكون موجود لأن التلقيح طبيعي وليس صناعي. أما بالعربي متاح، بل ابدأ بالعربي. كانت بالنسبة لي
نصيحة وصدمة في وقتها. ونعم تخلصت من الخيل الثيربريد وابتديت بالخيل العربية. أول حصان هو هدانية عربي كان اسمه أصيل، وركبا ليستر بيجت في مضمار جبل علي وفاز بالحصان. ومنها بدأ مشواري وتعلمت من أخطائي كثير يعني بالخيل العربية، لين يعني قبل عدة سنوات. واللي تعلمته في الثربرد نفعك في الخيول العربية؟ اللي تعلمته في إنتاج الخيول المهجنة كان دافع أو عطاك معلومة ما كنت تجهلها؟ شغلة واحدة اللي هي كيف أقرأ السلالة. جميل. كيف أقرأ السلالة، وكنت دائما أسأل بالإنجليزي عمرهم ما يقولون برذر إلا إذا من الأم، يا يقولون فول برذر يا يقولون هاف برذر. صحيح. عرفت إيش قايل؟ كنت دائما أسأل ليش، ودائما كان حتى الشيخ حمدان كان الله يرحمه كان يقول لي روح للأصيلة. أقول لي شو تقصد بالأصيلة؟ طب بالخيل العربية كلها أصيلة. قال لي لا، الأصيلة اللي تشوف أمها وأم أمها دخلوا السباق وفازوا، ويقول لي حتى لو هي ما أنتجت تفوز تورث بعدين، بس دائما روح للأصيلة يسميه هو الأصيلة. وأنا خدت بشورة دائما أركز على خط الدام لاين أو الأم الأولى والثانية والثالثة، وهذا سبب الحمد لله نجاحي. ودائما أنا أنصح المنتجين إن يركزون على خط الأم، وأما بالنسبة للأب روح للأفضل اللي موجود، بس الأم هي الأساس دائما. نعم. وبما أنه الحديث عن الخيول العربية الأصيلة، سنفتح ملف أولى الأشواط في أمسية كأس دبي العالمي، شوط كحيلة كلاسيك. نتابع وإياكم مشاهدينا هذا التقرير عن إحصائيات شوط كحيلة كلاسيك. تفتتح أمسية كأس دبي العالمي كما جرت العادة بسباق الفئة الأولى دبي كحيلة كلاسيك، لتكون ضربة البداية مع مونديال الخيول العربية الأصيلة، الأمر الذي يجذب الانتباه وترقب من الجميع للحظة الإعلان عن بطل الخيول العربية لهذا العام. وستشارك نخبة الخيول العربية من مختلف دول العالم للتنافس على مسافة الميل وربع الميل على المسار الرملي، وعلى جوائز مالية قدرها مليون دولار أمريكي. بالطبع الجميع سيسعى إلى حصد لقب مونديال الخيول العربية، فالفوز بهذا الشوط له طعم خاص لدى عشاق الخيول العربية منذ انطلاقته الأولى عام 1996 تحت مسمى دبي أريبيان كلاسيك، ثم تغير اسم السباق في عام 2000 إلى دبي كحيلة كلاسيك تكريما للفرس كحيلة التي تركت بصمة حقيقية في عالم سباقات الخيول العربية. ولكن هناك منافسة من نوع آخر بجانب لقب السباق، وهو التنافس على تسجيل أرقام قياسية جديدة، فلا يمكن التغافل عن ما فعله الجواد داليان بشعار ياس للسباقات في النسخة قبل الماضية، عندما حقق الآمال المعقودة عليه مسجلا زمنا قياسيا جديدا بلغ قدره 2:11 و87 جزءا من الثانية، ليحفر اسمه بأحرف من ذهب ويمنح مدربه ديدي غولميان وفارسه أورتيز مندزابول الفوز الأول في سباقات كأس دبي العالمي. ومن الأرقام المسجلة في سجلات سباق دبي كحيلة كلاسيك هي عدد المرات المتتالية التي تمكنت الخيول الفوز بها، وكانت أول من استطاعت فعل ذلك هي العنود المملوكة للفقيد الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد تمكنت من السيطرة على 3 ألقاب متتالية، حيث توجت بطلة للسباق منذ عام 1997 حتى عام 1999، وظلت العنود الوحيدة صاحبة الانتصارات المتتالية لمدة 6 سنوات حتى جاء البطل مجاني المملوك للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، ليتمكن من إحراز الهاتريك متوجا بطلا للسباقات في الأعوام 2005-2006-2007، ليتعادل مع العنود في عدد مرات الفوز. ويعتبر الفارس ريتشارد هيلز أكثر الفرسان تتويجا بهذا الشوط بواقع 4 انتصارات استهلها في عام 2003 مع بوب مون، ثم عاد في العام التالي ليحلق باللقب مرة أخرى بصحبة كاولينو. ولم يكتفي ريتشارد هيلز بلقبين فقط، بل أضاف إلى رصيده فوزين آخرين برفقة النجم مجاني في عامين 2005 و2006. وعلى صعيد الملاك فلا يوجد خلاف أن شعار المغفور له
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه قد هيمن على عدد كبير من الألقاب في دبي كحيل كلاسيك، حيث أحرز سموه 8 انتصارات كانت بدايتها في العام 2000 مع الحصان الفرنسي نيفور دي كاردون، وآخر تلك الانتصارات كان عن طريق AF مثمون. ولن تتوقف المنافسات على تحطيم تلك الأرقام القياسية، فدائما الكبار لا يكتفون بالفوز بالألقاب فقط، بل يطمحون إلى تحطيم الأرقام الماضية وتسجيل أرقام جديدة بأسمائهم، مما يزيد من حدة المنافسة في المضمار. العنود ومجاني وما أدراك ما العنود ومجاني، الفترة الذهبية التي عاشتها الخيول العربية الأصيلة في الكحيلة كلاسيك، ولا تزال الخيول العربية تعيش فترة ذهبية صراحة حتى هاي اللحظة. يمكن حتى أبو عيسى اللي من خلال وجهة نظر أصحاب السمو الشيوخ وأيضا كذلك من وجهة نظركم أنتم في نادي دبي سباق الخيل، المكتوب واضح من عناوينه تواجد الكحيلة كلاسيك كأول أشواط بحد ذاتك افتتاحية، هذا يعني مدى أهمية الخيول العربية الأصيلة في كالندر السباقات العالمية. قلت كلمة جدا مهمة، تقاليدنا وعاداتنا نبرزها في الكاس، كذلك أيضا سباقاتنا وخيولنا نحن العربية الأصيلة نبرزها في أول أشواط. أعتقد الملاحظ خوي عبد الرزاق يرى بأن هناك في زيادة في أعداد السباقات الخيول العربية عندنا في مضمار ميدان، وهاي طبعا بحد ذاته مؤشر على أن صحيح. هناك في اهتمام بالخيل العربي والسماح وفتح المجال أمام المشاركة في أكبر فرصة ممكنة للخيول أنها تشارك عندنا في مضمار ميدان. كذلك شوط كحيلة كلاسيك والتطورات اللي حصلت عليها من عمليات رفع الجوائز وغيرها في السنوات الماضية أيضا تعطي مؤشر ثاني على أن الخيل العربي لها مكانة كبيرة عندنا كدولة الإمارات أو كدبي وعند أصحاب السمو الشيوخ وأيضا عند اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي. والأسماء الموجودة في الشوط أبو عيسى واضح أنكم قمتوا بجهد كبير جدا لدعوة هذه النوعية من الخيول، لأن ما شاء الله الفيلد الموجود عندنا فعلا هو كأنه كأس العالم للخيول العربية، كل الأبطال الموجودين صحيح. عندنا أهم الخيول الموجودة عندنا. طبعا العمل كان مشترك مع الأخوان في هيئة الإمارات لسباق الخيل وجمعية الخيل العربية عندنا في دولة الإمارات، الكل عمل جنبا إلى جنب أن يكون أفضل الخيول تتواجد عندنا في سباقنا إن شاء الله. بدنا نشكر تواجدك معنا، كل التوفيق في هذه الأمسية. سعادة اللواء دكتور ريا والله نحمدنا بعد ما يروح لكن ريا مشغول ومؤودين على التجهيزات والتحضيرات. بيض الله وجيهم والله. ما بدك تفصحنا عن أي مفاجأة يوم الكأس تخبرنا عنها؟ نخلي الجمهور يحضر إن شاء الله ويتابع إن شاء الله. والله على اللي نشوفه نحن ورانا من التجهيزات والمروفات أحسن لكم احضروا، جو راح يكون جدا جدا جميل. على العموم جزيل جزيل الشكر لك سعادة اللواء خبير الدكتور محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للخيل، جزيل الشكر لك أيضا كذلك على تواجدكم معنا ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في نسخة 27. شكرا أخواني وخواتي، شكرا جزيلا على الإتاحة الفرصة أن نكون معاكم هذا المساء، وإن شاء الله تعالى الكل يكون حاضر بكرة معنا في المزاد الطيب إن شاء الله تعالى، وأيضا يرافقنا إلى الفعاليات المصاحبة عندنا للوصول إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى يكون مسك الختام في النسخة 27 إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نستكمل مشاهدينا الحديث عن شوط كحيلة كلاسيك ونستعرض وإياكم في سياق التقرير التالي أبرز المرشحين في هذا الشوط. كما جرت العادة يستهل حفل كأس دبي العالمي بالأصالة، حيث يأتي في أول الأشواط سباق الفئة الأولى دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة، والتي تتنافس على مسافة الميل وربع الميل رملي وعلى جوائز مالية قدرها $1,000,000 أمريكي. وظل السباق منذ انطلاقته الأولى عام 1996 يحظى باهتمام الملاك والمدربين والفرسان باعتباره كأس العالم للخيول العربية، وأثبتت خلاله خيول دولة الإمارات العربية المتحدة أحقيتها وجدارتها في الفوز بألقابه. نسخة هذا العام ستشهد منافسة متجددة بين الخيول المشاركة،
حيث يعود الجواد الأمريكي فيرست كلاس المملوك لنايف بن سعد الكعبي للواجهة مرة أخرى ويدخل في المنافسة بهدف الحفاظ على اللقب الذي أحرزه العام الماضي، ويدخل معه في المنافسة للعام الثاني على التوالي الجواد كيرلس ديل روك بشعار اسطبلات العجبان وتحت إشراف المدرب أحمد المحيربي، حيث يستهدف هذه المرة أن يكون بطل الشوط الافتتاحي في حفل كأس دبي العالمي. وقد كانت المنافسة بينهما مثيرة العام الماضي، حيث كان يركض كيرلس ديل روك بسهولة، وفجأة دخل معه فيرست كلاس بقيادة رونان توماس في صراع بعدما انفصلا عن بقية الخيول قبل أن يحسم البطل الأمور لصالحه بفارق رأس عن وصيفه كيرلس ديل روك. كما سيسعى آر بي ريتش لايك مي لتقديم أداء أفضل مما قدمه العام الماضي في دبي كحيلة كلاسيك، حيث كان المرشح الأول للفوز ولكنه قدم أداء مخيبا للآمال واحتل وقتها المركز 13. ويدخل الجواد حيان بشعار ياس كأحد الخيول الخطيرة على الأسماء المرشحة للفوز، فقد شهدنا تألقه في كرنفال كأس دبي العالمي عندما تمكن من الفوز في الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي بإشراف ماجد الجهوري وقيادة أوسكار شافيز، حيث قدم أداء مميزا ولافتا في هذه الأمسية، وكان معه الجواد هياب الزمان الذي سيدخل ضمن المنافسين على لقب دبي كحيلة كلاسيك تحت إشراف المدرب فوزي ناس. فقد شارك هياب الزمان الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي بعد غياب طويل عن السباقات وحل وقتها رابعا خلف حيان، وربما تكون مجرد مشاركة استعدادية ليقدم كل ما لديه في مونديال الخيول العربية. إذن لا بدك ترشح سلطان حامد ينضم إلينا في هذه الأثناء في الأستوديو. ليه ما بدك ترشح؟ أنا؟ سلطان الجهوري. أنا ما أرشح، ما أحب أرشح صراحة. بتنافس شوفي ترى ريا هالخيل العربية تراهم كذي، شفتي كيف دخل علينا؟ حتى دخل جامد على طول، دخل في الترشيحات على طول، دخل في الأسماء القوية مع فيصل سعد سليمان. طبعا احنا نرحب بك سلطان بن مايد الجهوري، طبعا مساعد المدرب لمايد الجهوري الذي شارك في شوط الكحيله كلاسيك. اول شيء خلينا ناخذ نفس، نرحب بك معانا، حياك الله يا ابو مايد. الله يرحب بك يا اخوي، وارحب اخواني الحضور والخلف الشاشات وجميع المشاهدين، يا حياك الله. طبعا سلطان بن مايد احد الاسماء الشابه والواعده في عالم السباقات، طبعا جميل جدا يكون حاضر عندنا كذلك في هذه الأمسية للحديث أكثر كذلك عن الأسماء المشاركة أيضا من خلال تدريبات مايد بن سلطان الجهوري. ريا شفنا التقرير، تعرفنا على بعض من المرشحين، عندنا على الجانب هذا مرشح، عندنا على الجانب هذا مرشح، عندنا عبد الله بعد حاط اسم غير في القائمة، حاطنا من السباقات فيصل ساعه توه يسأل خالد يبحث عن أنا جالس أحاول أجمع المعلومات عند كل واحد عشان أعرف وين نروح. نسأل الرجال بترشح من للحين مع فايز إن شاء الله شوي يعطينا بيرشح بيرشح. سيد خالد برأيك مين أخطر الخيول التي ستنافس خيلك في هذا الشوط؟ الحصان اللي خذ النسخة الماضية يعني لا غبار عليه، يعني حصان كان أداءه جدا قوي، مع الأسف الوصيف ما روانا السنة في السباقات المحلية، بس هذه أمور الخيل تتغير بين سباق وسباق، بس مثل ما قلت إن كل الخيل لها حظوظ قوية جدا، بس أرجع وأقول أنا أشجع إنتاج الإمارات. إنتاج الإمارات عندنا العجاج، بس كأني سمعتك تقول نقطة المايل ونقطة الألفين متر، برجع لك عنها. يعني طبعا المشاركة العام الماضي مثل ما قلت أنت بطل العام، لديه فرصة كبيرة جدا، أيضا هذا العام قد تكون لديه كذلك فرصة قوية جدا في الحضور، سواء كان فيرست كلاس أو حتى أيضا كذلك دريان والأسماء الأخرى اللي كانت موجودة في نسخة الكحيلة كلاسيك اللي كانت في العام الماضي. فيرست كلاس طبعا ذهب إلى الكثير من الاستحقاقات في هذا العام، حقق الانتصارات فيها وأتى بطريقة جدا مميزة، ولكن اليوم الصبح طلعت القرعة وعرفنا البوابات. قبل ما أسألك عن النقطات اللي ذكرتها أنت الـ 1006 والـ 2000، خلينا نبدأ أول شيء في البوابة، العجاج بينطلق من البوابة الثالثة، حافظنها بخليمة عارفنا. يعني ورد التكتيك مرسوم في بالك يمكن بخليمة. شوف مو كل حصان أنا أنتجته ماهر،
ولك الحصان انتجت المثمون، يعني يبقى الحصان هذا له تحديات كثيرة. انك ترفع حصان من مايل الى 2000 مو بسهلة، خاصة انه بيقارع خيل معاه في نفس الشوط. مسافته انجازاته اللي تتكلم عنها، انا بحد ذاته ان حصاني يشارك في هذه الأمسية ومع هذه الخيل اللي لها كل وحده من لها كلمتها، هذا بحد ذاته بالنسبه لي انا انجاز لمزرعتي ولانتاجي. بس الواقع يبقى واقع. حميم احبه وايد، انتاج الامارات. اشكر سيدي الشيخ طحنون ان دخله في هذه المنافسه في هذا الشوط لنعرف مستواه الحقيقي، واتمنى التوفيق لكل المشاهد. طبعا المخرج شوي يعطيك قراءات، يراويك شوط العجاج فوزه. فيصل اعتقد عندك تعليق، يعني عندما يكون صعب التكهن بهويه الفائز في الشوط ان دل على شيء بدل على المستوى العالي. ما في شك في اكيد اكيد. رايي شوفي، اللي قرأ في البرنامج كاس دبي العالمي، أنا كنت أقول للأخوان البارح الظاهر ما بقى بطل في العالم جلس في البايكة، كلهم جو، وهذا ترى أنا أعتبره إنجاز. اليوم تبغى تعرف حجم البطولة شوفها من حجم أبطالها. أنا ما أقدر أقول لك اليوم ترى البطولة ما هي قيمة. القيمة ترى تقدر تحط شوط بمئة مليون بس تجي تشوف الخيل الموجودة وسط، هذا لا يعني. حتى في الكتاب الدولي لما يبغوا يصنفوا لك شوط ما ينظرون على وين الدولة، ما ينظرون وين السبق، ما ينظرون على قيمة الجائزة، هذه كلها تفاصيل لك أنت تشتغلها. احنا ننظر على نوعية الخيل المشاركة. أنا بناء على تقييم الخيل أنا أعطيك تقييم، أنت جروب 3 جروب 2 جروب 1. في اليوم احنا أغلب نص الشوط وفوق تقريبا كلهم جروب 1، هذه ما تجي. النقطة كذلك أنهم خيل عربي، خيل عربي ترى الأبطال اللي في العالم ندر تعدهم على أصابع، فاليوم لما تجمعهم كلهم في هذا الفيلد. النقطة اللي أنا أعتقد اشتغلوا عليها القائمين على كأس دبي العالمي أنهم لما تبغى تبني شوط عربي يكون مصاحب لنجوم عالم الثوربت، هذا ترى شيء مو بسهل، لأنه العالم اليوم جايين أكيد عينهم على الثوربت، فأنا كيف بخلي العالم كمان تلتفت للعربي إلا أحطهم في مكان صح، أجمع الأبطال بشكل صحيح. اليوم لما تيجي تشوف الملاك والمدربين حالة هيلمان، إحنا صرنا نقرأ خيل عربي، إحنا صرنا نتابع خيل عربي مع أن إحنا ميلوننا كله ثوربت، لكن المستوى المنافس اللي وصلت له الخيل العربية خصوصا اللي في شوط كحيلة، مستوى السباقات اللي على السنوات الماضية قاعدين نشوفها رتم جدا قوي، يعني بدأت تشوف تايمات بدأت تتقرب شوي شوي من الثورب، معناته في تغيير. سبع ثواني أبو سعد. العام الماضي احنا شفنا فرست كلاس كسب منيفة في السعودية وطلع كسب كحيلة في دبي، يعني حصان خلال تقريبا 45 يوم يطلع لي نجم، انا سعيد اني اشوفه كمان موجود السنة هذه. هذه الدائرة اللي أنا أبغاها تمشي بطريقة صحيحة. الجمهور اليوم يبغى قوة في المنافسة، وهذا اللي احنا عايشينه. بغض النظر الحين من مرشح، أنت مستمتع في الأسماء، مستمتع في النجوم، مستمتع في الأبطال، فلما يجوا هذول بدون ما تسأل إيش بتكون خطة، أنت عارف أنك بتشوف شوط ممتع، عارف أنك بتعيش لحظة جميلة، يصير لا يقل الشوط الأول عن الشوط الأخير ضمن أمسية عالمية. وأنا أعتقد أنه هذا الفن في بناء البطولة. وطبعا مايد الجهوري يسرج حيان في هذا الشوط. عندنا سلطان، تجهيزاتكم تحضيراتكم الحصان بعد آخر مشاركة وبعد ما استلمتوا الدعوة أكيد للكحيلة كلاسيك، طبعا ما عنا ردة، لكن شو تجهيزكم للحصان نفسه؟ والله هو أيام بعد الركضة يعني ما شاء الله ما قصر في الريس، أدى اللي عليه وزيادة. طبعا كانت مفاجأة الشوط مكتوم تشالنج رام 2، ما حد كان متوقع لنا، لكن احنا ما دائما نعرف الحصان وعندنا في التمرين كنا نعرف انه هو الكرت قوي، كرت قوي. فالوالد ما قصر، قال انا ما برد عنه، بدخله وبتشوفونه. صح ان عندنا دريان، ما شاء الله دريان يعني حصان له اسم، حصان يعني مستواه ثابت، صح العمر بعد يفرق، لكن ترى الحصان مو بسهل، الجوكي شويه ما عرف العدل، لكن طبعا انت تياي شوط كحيله كلاسيك كلهن ابطال مثل ما قال فيصل،
لو تشوف اقل ريت في الشوط 113، يعني هذا حتى في شوط الجروب مات جروب 1 يعني هذا الروح هيبه. طبعا كل جاي يفوز. بس انت زين انك ذكرت الريت، لان حصانكم من الخيول اللي هن ثالثه على ريت في الشوط. عندنا حياتكم تحت ضغط، عندنا حيان اظني 121 121 بعد الركضه، لكن ترى الخيل كلهن انا اقول لك يعني هاي السنه يمكن اخطر سنه، يعني ما تعرف منو الاسم البارز. صح فيرست كلاس جاي اللي فايز السنه اللي طافت، لكن الاسامي اللي موجوده السنه عندك ريتش لاكمي، عندك كيرلس، ما كل الخيل تراها، لكن الظروف هي اللي بتحكم من الاول. انا عارفك سلطان انك ما تركز فقط على خيلك اللي موجوده في الشوط، تركزون بعد على الشوط على الخيل كله. هل في سيناريو متوقع بالنسبه لك؟ انا قعدت معك كذا شوط اعطيتني سيناريوهات متوقعه وفعلا صار مثل ما، فانت عارف انه اللي يلقم راس، عارف اللي بينطلق بالبوابه الثالثه مثلا شو ممكن ان نتوقع منه ونشوفه. شوف اعطني قراءتك العامه على الشوط. كان يعني شوف الخيل تنعرف، يعني بقول لك اياها السيناريو هو بين اربع خيول بتصير قدام، لكن على سوء حظها كلها طلع عن برا بوابات، برا بوابات بعيده. هي عندك ريتش لايك مي، عندك جوجرثا، عندك اللي هو افضل واحد فيه كيرلس، يعني بوابه 8 اتوقع ولا 7. 8 هي يعني هذا هو بيستفيد منها، لكن انت عندك ريتش لايك مي يحب يروح قدام. جوجرثا على اخر ركضه ركضه خرافيه، طلع قدام وخلص اول، يعني طلع راس وخلص راس. فالسيناريو معروف، أربع خمس خيول بيتنافسون على المقدمة، واللي وراه بيحاولونهم ينافسونهم، واللي بيتم هو ترى هو الفايز. أنا أقول لك إياه اللي يعني بيتم، يعني السابق اللي لاحق اللي بيحافظ. لا أنا أقول لك السيناريو اللي يروح قدام ترى هو الأخطر، هو الأخطر. نعم ترى بدينا نشوف الحاجة هذه بعد في الخيل العربي. أول كان الخبر خيل عربي كانت تجي دخول، لا الحين صرنا نشوفهم بعد ستارت تو فينيش مثل طريقه الثروب. يعني ما ادري هو الاستامينا او دخول منظومه جديده في التوليد بدات تاثر على الخيل العربي بشكل انها صارت تتحمل سرعه وسد، واتوقع خاصه في الميدان بعد، يعني كثير عندنا كثير فايزين في الميدان يروحون قدام وينهون. وهذا ترى ستايل مو بسهل، هذا ستايل صعب خصوصا على مسافه 2000، يعني تتكلم ميل وربع الميل. لكن اعتقد مثل ما قلت لك اللي نشوفه من نتائج الابطال في الفتره الاخيره تحكم لك على قدام شوط نموذجي صراحه. نعم مشاهدينا، مدرب ايضا مميز وهو الفائز العام الماضي بشوط كحيلة كلاسيك، المدرب الفرنسي مدرب الفيرست كلاس جون دوميل، في مقابله خاصه مع زميل احمد الشاحن، نتابع. First of all, John, welcome through Dubai Racing Channel. How was Dubai? I hope you are enjoying Dubai. It's always a real pleasure to come here. The hospitality, you know, the racetrack, all the infrastructures and everything is perfect. And really, it's a huge honor, you know, for a trainer, a young trainer as I am, to be here and to be part of the party. I would say, yeah, it's an amazing event, and yeah, I'm very pleased to be here. We are happy also to have you here through Dubai Racing Channel. Let's talk about first class Kahila Classic, the champion. How was the preparation since he arrived here? The horse is in perfect condition. I'm very happy about the horse, and he really likes, you know, to be in the Gulf in general, in Saudi, in Dubai, or in Qatar. You know, he's always running well in the Gulf. His preparation has been perfect. He just ran, you know, a month ago in Qatar, so we had time to bring back the horse in France and just to keep him on easy work, because you know he had like two travels in a month, so we just kept on easy work. The horse is in perfect condition. His weight is perfect. Blood test is perfect. So no, he should run well. جاهز يقول فيرست كلاس لمحاولة الدفاع عن اللقب. هو أمر صعب جدا أنك تفوز في سباق كحيلة كلاسيك لسنتين متتاليتين. قد يفعلها فيرست كلاس. واضح الخيول طبعا ما شاء الله، يعني فيرست كلاس له الحق إذا كان
يبدو أنه واثق ما شاء الله لمنيفة وأيضا كذلك كحل كلاسيك السنة هذه بعد رد وحقق استحقاقات كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية. أولا أعطني نظرتك عبد الخليفة عن حظوظ فيرست كلاس تحديدا وبعدين نظرة العامة على الشوط من خلال توقعاتك. عبد الرزاق قبل ما أبدأ بالتحليل طبعا بقول يا سلطان اللي قال انه ما حد كان مرشح حيان، لا انا كنت مرشح حيان للفوز صراحه. هذا واحد صحح معلوماتك يا سلطان، ترى عندكم مشجعين في 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 شيء ثاني ترى. لا لما يوم ياس اتكلم كنت طالع. بقول لك شغله ثانيه مايد الله يحفظها، طبعا فايز في عده سباقات، اربع منهم انا الوحيد اللي كنت مرشح له. كفو لا يلعب دام الا كذي المهره عمر المهره اقول لك المهره اللي فازت من بوابه رقم 12 في المضمار كله انا الوحيد اللي كنت لعب له. كفو هذا حيان عيال كذي ابو خليفه انت على ما قال وجنت على نفسها براحتك الحين بناخذ ترشيح الحيله وهي منك وبعدين بنراجعك فيه بعد. شوف احنا انا بصراحه ببني على النتائج اكثر والاسلوب اللي انا شفته بصراحه من فيرست كلاس. انت اليوم كاس منيفة بطل كحيلة، عقب بطل كاس جهرة التاج وفايز على ليدي برنسس الحصان أوج يعني عطاء عطاء. وانت اليوم يوم تحسب هالثلاث سباقات انت تعرف قوة هذا الحصان غد النظر عنه ما يكون في البوابة ترى، لكن بس الحصان يوم يطلع يحب انه هو يفرض نفسه على الخيل ويقول لك الا عنده نفس يجاريني. انزين الحين مثل هذا الخيل ترى صعب انك انت مثلا يعني تكتك معاه لان حصان واضح، عرفت علي فريز؟ لكن انا ما استبعد من مدربنا القدير مايد ابو سلطان انه دائما هو عنده خطط يعني موجوده بحيث انه يغير حسبه الشوط بصراحه، وهذه يتمتع فيها ابو سلطان هذه الميزه. لكن انا اتوقع ان شوط يمكن تقريبا النجم البارز اللي فيه الحين في الوقت الحاضر هو فيس كلاس، طبعا حصان الثاني حيان باسلوب اللي ركض في بطوله المكتوم جوله ثانيه، وعندك جاكرتا انا اتوقع ان هذا الحصان لو ما واجه يعني طلع في مقدمه وما في حصان على يمينه ويساره بيكمل، لكن الحصان هذا اصلا خلال متابعتي له يتضايق يوم يكون في حصان يسحب معاه او يدخل معاه، اما يطلع وياخذ راس ويكون مرتاح لا يختم الشوط حصان يعني يزيد قوته بعد ست يعني 1200 متر هني يبدا ياخذ ثقه ويثبت ويسخن. فيصل ممكن نشهد يعني اسم مفاجأة في هذا الشوط برأيك؟ ما اعتقد مفاجأة لان كل اسم في الشوط هو بطل يعني كل جواد عنده لو ترجع على كل حصان حسب السي في حقه اللي موجود كل حصان يعتبر بطل بحد ذاته. اليوم انا اعتبرها لقاء الكبار يعني لو بحط مسمى للشوط، واتفق مع اخوي سلطان يمكن من اقوى النسخ اللي مرت علينا في تاريخ كحيله، وانا اعتقد هذا امتداد لنجاحات سابقه انه وصلنا له اليوم. اليوم انا اعتقد اذا العاتق او في مشكله او في تحدي او الشوط يعتبر صعب انا اعتبره على فيرست كلاس بحد ذاته مو هو المرشح الاول. يمكن انا اشوف المشكله يمكن تكون اكثر عليه لانه اليوم هو عليه مهمة انه ينازل النجوم عشان ياخذ هذا اللقب مرة ثانية. هو واجه الابطال العام الماضي لكن اعتقد السنة هذه الابطال هم اللي طلعوا له، فهو اليوم من مستوى طلع المستوى والتحدي اليوم بيكون عليه. فاعتقد اليوم المدرب خطته مكشوفة الحصان كثير عارفين كيف بيمشي من مثل العام طريقة الحصان الدخول. اليوم الناس خصوصا لما تكون انت مرشح الاول والعين عليك او الناس عارفينك يعرفون يرسمون عليك انت فمكشوف انت لهم اكثر ما هم مكشوفين لك لانك يعني انت ما تقدر تشتغل عليهم كلهم، بينما هو يقدرون كلهم يشتغلون عليك كيف بيمشي متى بيتحرك من وين بيروح من وين بيجي. فكل هذه الاشياء انا اعتقد انه شوط فعلا شوط مثير، واعتقد انه لو اي حصان كسب انا فعلا ارفع له قبعه تقديرا من الحين، لانه هذا ما يسمى اللقاء حق الكبار دائما حتى في عالم سباقات الخيل تبغى تستمتع كل ما دخل بطل كل ما دخل اسم انت ترجع. يعني شوف احنا مثلا نتكلم عن كاس الشوط الرئيسي احنا نعرف عندنا بطل يعني رغم انه بطل كاس دبي العالمي العام الماضي لكن احنا لين البارح ما حد قادر يعطي عليه اسم. وطب اوكي هذا فاز العام الماضي ما حد قادر يعطي كونفيرم، نفس الطريقه في الكحيله ما حد يقدر يعطيك كونفيرم عطفا على الاسماء اللي موجوده. طبعا اسمح لي ريب هالسؤال لان ذكر نقطه مهمه جدا مع سلطان انهم يرتفعون له ايضا كذلك طريقة الخيول اللي ممكن أنها تقود المقدمة وبعدين أنها تفوز. بالنسبة لك أنت بعد ما ذكرت نقطة 1600 والبوابة الثالثة
العجاج هل هو من النوع اللي ممكن انه في الشوط انا نشوفه يلحق المنافسين في الشوط؟ لا اظن بسبب بوابه ان الثلاثه لازم يتقدم، ما عنده خيار ثاني بالنسبه لكم انتم، ما اتوقع التقدم نوعين منطقي ما يكون افراط يعني تفتح الحنان، لا ما بيخلص بترولي مثل ما يقولون خلاص على الكوع الاخير على الستة بقدر مخلص. نعم قصدي ان المجريات السباق بتكون، بس بالفعل في تقريبا اربع خيول ودك بتستمتع بالامسيه انك تشوفهم في الامتار الاخيره. تتفق مع سلطان هي نفس الخيول اللي ذكرها؟ نعم هذا استاذنا الكبير هذا سلطان هذا رابي تحت ايد المدرب الله يعطيه العافيه ماجد الجهوري، واكبر مدرب عندنا في الامارات حصد 24 سباقات جروبات يعني، وما شاء الله سلطان يعني انا اذكره وهو ياهل ويا ابوه يعني ربى في مدرسه ابوه، وما شاء الله انا متاكد انه بيكون منافس لابوه قريب ان شاء الله. ان شاء الله ينافس على 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 السبق اهم شيء. اقول العين ما تعلى على الحاجب. الله يرفع قدرك. زين الاسماء الاربعه لو ذكرنا طلبنا من ابو خليفه مو بترشيح لكن توقع اكثر دقه اكثر يعني الاقرب على اللقب في السنه هذه ابو خليفه من وجهه نظرك؟ فيست كلاس. فيست كلاس حصانهم اي واحد؟ دريان الحيان. ابو خليفه حيان ولا دريان؟ دريان الحيان. حيان ايه، والحصان حصان سيدي الشيخ منصور الثاني اللي فاز هني جكرته انا بدي اسالك هذا الشوط تحديدا لك شخصيا ماذا يعني وانت الداعم والبتشجع دائما الانتاج المحلي والانتاج العربي، شوط كحيلة كلاسيك ماذا يعني لك شخصيا؟ كل مالك كيف بتتابعه؟ كل مالك وكل منتج هم هذيلا اهم شخصين في صناعه الخيل ان كانت عربي او ثور بريد، بدونهم ما في صناعه خيل. اذا المنتج والمالك اذا قدر يوصل حصانه ان كان هو منتجه او مالكه لهذا السباق معناته هو في احدى السباقات الافضل والاغلى والاقوى في العالم مع السباقات الثانيه في الخليج واللي في اوروبا. لذلك انك عندك حصان يركض في هذا الشوط عندك اجابات كثيره على انتاجك على تربيتك صح. على النشأه على كل فكره عندك تاخذ عليها مارك صح. كمنتج ونرجع كمالك عقب مالك غير المالك يحتاج دائره ثانيه الجوكي والمدرب ولا طبعا السايس ولا هاي الدائره هي اللي استلمت هذا الحصان ووصلته انه يركضني. اذا هن دائرتين، دائره المنتج تنتهي من تسليمك الحصان للمدرب وبعدين تيك الدائره الثانيه اللي توصلك هذا، بس وصولك بحد ذاته لهذا السباق هذا معناته انت في الطريق الصح، انت في the right track، تصحح وتعدل بعض اللي عندك اللي تضيف اضافات وليس تكون تغييرات محورية لأن بيختل عندك التوازن. جميل جميل. طبعا أبو خليفة من ضمن ترشيحاته كان حيان، حطك تحت ضغط حسيت بالضغط. ضغطني والله حفزني أبو خليفة ترى هذا حد بالعربي يقول أنا ما أحفز إلا يوم حد يرشح حصاني ولا يذكره ولا خلاص بعدين تجيني حالة إدراك أن حصاني مرشح في الشوط يبدأ الحفوز. أنا بقول لك القصة اللي حصلت يعني على موضوع هذا هي. في واحد من الجماعة حصلته وأنا كنت شاك في الحصان، قلت له يا أخي أنا مرشح حصانكم، بس سكت مرة واحدة وتجيم ويمكن خذ وقت شوية عقب رجع لي قال لي أنت بتفوز. إن شاء الله. بس دريان وحيان أوسكار شافيز مع حيان برناردو، هل هي لعبت مثلا فارس رئيسي وفارس ثانوي ولا كيف 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 اختياراتكم للفرسان عليهم؟ والله شفنا إحنا بعد آخر ركضة لحيان ودريان، طبعا دريان راح السعوديه وما حالف الحظ، تعرف انت مو بكل الخيل تناسب السفر، مو بكل الخيل يعني يقدر يسافر ويتم نفس المستوى. فالجوكي قال انا يعني واثق في دريان اكثر فاختار دريان، وعلى شفنا على الركضه الاخيره اللي هو اوسكار قلنا نخلي نفس الجوكي. طبعا شوف دائما احنا عندنا لو تلاحظ اذا الجوكي ما يضبط معاك
مع الخيل غير جوكي وتشوف يعني هاي مرات تضبط تراها صح. وضبطت مع حيان ركضنا أكثر عن ركضة يوم يبنى بوظبي يبنى ميدان برناندو قبل الشوط يقول لي ترى اللي إذا حد بيغلبني حيان مع أوسكار كان هي. فوالله كان هو الوحيد اللي خايف منه في الريس حيان زميله في الاسطبل حيان والحمد لله يعني الحصان ركض وما شاء الله يعني ودريان هاي شوية حصان صعب ترى يعني لازم الظروف كلها تمشي معاه عشان يسوي اللي عليه يعني الظروف في الكحيلة شو هي اللي لازم تتوافر له هل هو بيس بطيء هل هو لا. شو اللي لازم يتوفر له لا الحصان يحب ما يحب بيس بطيء لأنه يحب بيس سريع هي. ويسند ورا خيل يوم تي على آخر المتار يفتح له الطريق وأظني أبو خليفة يعرفه عدل ما شاء الله عنده حصان الوجل بطل يعني حصان إنتاج المحلي يعني هذا الواحد يفخر إنه عنده مثل هالحصان يا ثاني وراء في كحيلة طبعا هذيك السنة سووا ريكورد نيو تراك ريكورد ويا وراه الوجل فرق نص طول تقريبا صح هذا الشوط يعني كان خرافي يعني من الانطلاقة الوجل قدام وسحب الشوط يعني ما تنازل يعني ما شوف هذا بعد ميزة فيه الحصان انه راح وخلص وبعده مصر وعنده زود بعد وعنده زود سلطان هذاك الشوط انا اذكر ما استخدم الفارس عصا كان في التكتيك انه يعطي راحة في اخر الامتار انه يتجاوز الخيل شوف هو يعني هل هو عنده مشكلة مع استخدام العصا شوف هو حصان يعني قلت لك صعب حتى يعني مو باي جوكي يعرف له حصان ما يحب يرخي اللجام يحب دوم يحس باللجام هي مقبول يعني حتى لو انت تطلب منه بعده مقبول فمو باي جوكي يقدر يوصل لهالمرحلة يعني انا بعطيك اول ركضة كانت في الموسم كان راكب دريان باتريك دوز فيوم يعني منعطف وراء كيرلس قال انا الحصان مقبوق قلت بفوز ايزي بس من رخى على اللجام وقف الحصان قال يعني انا استغربت يعني من هذا فنحن منبهينه يعني الحصان ما يحب يعني هذا تعطيه لوز تعطيه البرايدل هذا بعد هاي شطاره الجوكي طبعا ها يعني شوف الخيل يعني ستايل يعني في خيل صحيح تحب صحيح. تحب اللجام لوز في خيل تحب تمسك في خيل ما تحب الضرب وهذا من الخيول اللي ما يعني اذا طلبتها دزيتها تعيد فتخليها ترعى راحتها عاد وين هاي تي عاد ما انت حظك يا رتب امورك طبعا هني مشاركه ماضيه لجاكرتا دوملو عندما كان هنا في مضمار ميدان العالمي وحقق الانتصار باداء رهيب صراحه كان يومها فارق كان يومها مبهر جميل جدا ان السباقات بعض السباقات هذا تكون في وقت النهار في المتاجر العربيه متعوده على وقت النهار سواء كان في العين سواء كان ايضا كذلك في ميدان انا باخذ ترشيحات الشباب بس ابو خليفه انا اول مره ما شاء الله عليك توزعت ابو خليفه مشارك بالعجاج ترشيحك الانتاج المحلي لا ترشيحه حيان لا حيان ترشيحه فيرست كلاس وحيان ومنيته حمين يعني ثلاثه محاور كلها توزع فيها ارض الكل طال عمرك كلها الله يعطيك الصحه والعافيه الله وبالنسبه لي ابو مايد ترشيحك توقعك انت اعطيتنا ما شاء الله السيناريو اخوي ولكم والله انا اقول لكم شو الترشيح والتوقع اكثر حصان في الشوط ريتش لايكني انا هذا الحصان يعني تحت ملك الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حصان جبار صراحة يعني أنا أقول لك إذا نط ومسك الشوط طلع حصان ما حصان مو بسهل من البوابة 14 تتوقع يسويها؟ والله هو يسويها؟ حصان سريع وأنا أقول لك هذا هو يوم كان في السعودية يعني ما شاء الله حصان هنا قدام احتلال الخلدية طبعا بطل السعودية عندنا شوف لو تلاحظ هو الوحيد اللي راح قدام وخلص وياهم انطلق الشوط وهو قدام ويعني خلص ثاني ورا كلال تذكر عبد الرزاق الشوط اللي يعني كان في كيرلس ها
رجلك مي وكيلس كانوا في بطولة المكتوم؟ يوم كان هني يوم فاز رجلك مي. نعم. شو سبب فوز أربي رجلك مي؟ لأنه كان بوابة خارجية والحصان عنده سبيد من البداية. وهذا السبيد هو يستغل خير الاستغلال خلال مراحل الريس ويوزع صح. ما شاء الله الحصان سوى تراك ريكورد ل 1600 ريتش لايك مي. فأنا أقول لكم في 2000 على ركضة اللي في السعودية ترى حصان مبهج ممكن يكون خطير جدا. الشيء الوحيد العائق اللي هو البواب، لأن شو الخيول اللي على يسارك كلها أنت بتروح قدام اللي هن جوغرثا وكيرلس، وعندك يمكن حد من الخيول اللي بوابة داخلية. هي البوابة الداخلية لأن بوابة داخلية فيستغل يتمركز عدل. فالخيل اللي بتيه من برا بتضطر أنك تبذل مجهود عشان تيجي قدام. المسافة حتى أطول اللي ما المسافة أطول والخيل الداخلية ما بتعطيها فرصة. ما بتكون فرصة كبيرة لها أنها تدخل مرة. أنا أخذت ترشيحات مخليه وأخذت ترشيحات ماي، بس أنا وأنت لازم نأخذ ترشيح عبد الله، مو بس نأخذه نكتبه عندنا ونحفظ الورقة لأن يقول أنا رشحت فلان رشحت وش رأيت، ونحفظ الورقة لين كأس دبي العالمي. أنا أتشرف أنك أنت تسجل هالكلام اللي أنا بقوله. أصلاً المفروض أنت تسجل، أنت ما تستفيد من قامة مثل أبو خليفة. أرشد الله أبو خليفة صراحة أقول لك في العربيات أنا ما أرم عليه صراحة. أكثر إنسان بصراحة اللي أنا أستانس ومسمع أبو سعد الله يحفظه. لكن شوف أنا ترشيحي لو بتاخذ بصراحة فيرست كلاس، لكن أنا متوقع شغل كبير جداً من حيان. حيان هو التوقع، هو الترشيح، هو ال انا بالنسبه لي لا ما حطيت تحت. شوف انا ليش بديت انا بفيرست كلاس في البدايه بحكم ان حصان خطير، لكن دائما شوف في خيول لازم انت توقف عندها، وانا اعتقد ان حيان عنده فرصه انه يحقق الانتصار. نعم أبو خليفة يرشح حيان. أنا قبل ما أخذ ترشيح أبو سعد، في حصان طبعاً عندنا يمكن نحن ما توقع ذكرنا الأسامي كلها، ولكن بعد فيه أسماء من يمكن الإخوان بعد شوية ما ركزوا عليه، يمكن لديه فرصة بأن ريت 115 عندنا ريتات 121 126، بس دائماً يكون له فرصة قوية جداً. هو ضرغام عذبة، وين ما حضر يكون له بصمة، يكون له تواجد، وخاصة دامنا أيضا كذلك ممثل للمملكة العربية السعودية. كيف ترى حظوظه في الشوط وكيف ترى تواجده في الكحل الكلاسيك هذا السنة؟ شوف يمكن حتى أبو خليفة يعرف يعني مزارع عذبة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز تعتبر من أقوى المزارع الإنتاج إن كان في السعودية ولا حتى مستوى العالم، وتعتبر من المزارع أعتقد حسب المتابعة لنا أنها من الصف الأول في الصدارة يعني ما شاء الله، ودائما يقدمون خيل نوعيات مميزة جدا. يمكن هم السنة هذه داخلين في نجم عندهم في الاسطبلات ضرغام عذبة. الجميل وأنا جاي الحين للاستوديو شفت مدربه الفرنسي لوكاس جايتن كان موجود هنا، وصل الحصان البارح، واليوم بكرة الصباح يعني بعد كم ساعة الآن الساعة 3:30 بيكون أول حصة تدريبية له. سألته عن الحصان قال الحصان في أفضل أحواله، حالة الحصان مبسوط عليها جدا المدرب. تحدث لي أنه أنا الحصان معي متطور عن حتى في الشغل بشكل ملفت يعني. وقال لك أنا كنت يعني مرتب الحصان ترتيب من أول الموسم إن شاء الله للسبق هذا، فأعتقد أنه ترتيبي الخاص له بيكون له ثمرة نقطفها إن شاء الله في هذا السباق. عطفا عليها أقدر أقول لك لوكاس جايتن المدربين الممتازين عندنا في السعودية، وسوى سيزن جدا ممتاز، وإن شاء الله يا رب أنها تكون ما سعوا إليه يجدونه بكرة. وأكيد أنا أحطه من دائرة الأسماء الممتازة لما مثل ما قلت لك المنظومة في هذا السباق كلها مع الترشيحات مع أي جواد، يعني ما أقدر أستفرد لك باسم واحد كمرشح، بس لكن أتمنى له على الأقل اسمين. طب أعطينا اسمين. لا شوف هو المنطق أكيد أنه فيرست كلاس، لكن أرجع وأقول لك هو الحصان اللي عليه المهمة الصعبة في الشوط عطفا على النجوم اللي جايينه الحين، الله يعينه. نعم. بدي أشكر سلطان الجهوري لتواجدك معنا اليوم، وهي صار عندك سلطين لحيان بكحيلة كلاسيك. الله يطول عمارهم ما قصروا. أول شيء نشكر شيوخنا الشيخ منصور بن زايد والشيخ محمد بن راشد على هالدعم، دعم بلا حدود يعني، الله يطول عمارهم. هذا اللي تشوفينه ترى جهود سنوات كلها، فاللي وصلنا اليوم فيه في الإمارات هذا من دعم سموهم، الله يطول عمارهم. وأحب
أشكر كل اللي رشحونا، لكن تراه الشوط صعب. الله يوفق الجميع إن شاء الله، وبالهم الناموس، واللي الله كاتبه بيستمر إن شاء الله. الله يوفقك، وأيضا نتمنى توفيق خالد النبودة أيضا بمشاركتكم بكحيلة كلاسيك وبحدث كأس دبي العالمي. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا، أنا تشرفت بهذه الجلسة الجميلة خاصة مع أساتذتي الكبار، وأتمنى التوفيق للكل، وإن شاء الله تكون أمسية مميزة وجميلة، وكل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب. مشاهدينا سنفتح ملف شوط غودولفين مايل، العودة إلى الخيول المهجنة، وبداية الخيول المهجنة سوف تكون من سباق الفئة الثانية. ليس فقط بطل الكحيلة كلاسيك يقود حملة الدفاع عن اللقب في شوطه، بل أيضا حملة الدفاع عن اللقب تأتينا أيضا من بطل نسخة العام الماضي من سباق غودولفين مايل. ولكن ما هو سباق غودولفين مايل؟ ما هي أبرز إحصائياته؟ ما هي أبرز أسماءه؟ وما هو هذا الشوط بحد ذاته؟ نتعرف عليه من خلال التقرير القادم، ثم لنا عودة. يعتبر شوط الفئة الثانية غودولفين مايل هو صافرة البداية للخيول المهجنة التي جاءت إلى أرضية مضمار ميدان لتقديم أفضل ما لديها للمنافسة على لقب السباق وتحقيق طموحها. وقد ارتقت جوائز السباق المالية مع ارتقاء تصنيفه في فترات زمنية مختلفة، فقد كانت انطلاقة دورته الأولى في العام 1994 باسم سباق ند الشبال للميل بجوائز مالية قدرها 250 ألف دولار أمريكي. أما على صعيد التصنيفات فقد كان تصنيفه قوائم في عام 1996، ثم ارتقى في العام 2001 إلى سباقات الفئة الثالثة، وبعد عام واحد اندرج ضمن سباقات الفئة الثانية، ووصلت قيمة جوائزه المالية حاليا إلى مليون دولار أمريكي. صراع الأرقام القياسية في هذا الشوط في غاية الصعوبة على الخيول التي تتقدم للمشاركة والمنافسة على لقبه، فلم يتمكن أي جواد لأكثر من عقد من الزمن من تسجيل زمن قياسي جديد، حيث ظل ليندا هاند محتفظا بالزمن القياسي على المسار الرملي منذ عام 1999، بعدما حقق انتصارا لا يمكن نسيانه، مسجلا زمنا قدره دقيقة و34 ثانية و91 جزءا من الثانية. على الجانب الآخر، نجح نجم غودولفين كالمينغ إنفلوانز بقيادة الفارس الإماراتي أحمد الكتبي من تسجيل زمنا قياسيا، لكن هذه المرة كانت على الأرضية الاصطناعية التبيتا، ليلحق الهزيمة بنخبة من أجود خيول الميل عام 2010 بزمن قدره دقيقة و36 ثانية و57 جزءا من الثانية. تألق العديد من الفرسان على مر تاريخ السباق، ولكن الفارس المخضرم فرانكي ديتوري كان مختلفا عن باقي الفرسان كعادته، فقد تمكن من اعتلاء منصة التتويج بلقب الشوط 7 مرات، كان آخرها في العام 2012 برفقة البطل أفريكان ستوري. التألق لم ينحصر على الفارس فرانكي ديتوري فقط، بل كان هناك مدربا وطنيا يتطلع إلى حفر اسمه في سباقات الميل الرملية، وهو المخضرم سعيد بن سرور الذي حلق ب10 ألقاب جعلته متصدر الترتيب العام للمدربين باكتساح في مسيرة هذا السباق. أما على صعيد الملاك فقد كان للشعار الأزرق الملكي نصيب الأسد من الانتصارات، حيث حلق فريق غودولفين في صدارة الملاك بواقع 8 انتصارات ولا أروع، منها 4 انتصارات متتالية كانت آخرها عن طريق الجواد أفريكان ستوري عام 2012. أفريكان ستوري تمكن بعدها بعامين من اقتناص اللقب الأغلى والأغنى، لقب كأس دبي العالمي، مما يدل على أن تطلعات وطموحات فريق غودولفين للتميز والريادة لا حدود لها. وبالطبع نسخة العام الجاري سيكون لها طابع مختلف في المنافسة عن النسخة الماضية. We'll be right back.
إذا مشاهدينا تابعنا تقرير عن إحصائيات شوط جودولفين مايل ثاني أشواط أمسية كأس دبي العالمية. انضم إلينا في الأستوديو استوديو الكأس العالمي المحلل سلطان حارب. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا بك ريا وأهلا بالضيوف الموجودين عبد الله الخليفة وفيصل سليمان وعبد الرزاق محمدي. فعلا العد التنازلي بدا وانا الحين بديت على فكره كنت بديته قبلي انا لكن عدته دخلت في الأجواء. بدانا الحديث اليوم بانه العدد الكبير يلي طلب المشاركه سجل المشاركه 1600 خيل. هيدي النسخه فعلا مميزه بكثير تفاصيل. شو توقعاتك بالنسبه لها؟ شوفي كل سنه تصعب واليابانيين يكون لهم كلمة أقوى وأقوى وأقوى من ما توقعنا. توقعنا اليابانيين يكون عندهم خيل واحد أو اثنين. لا العدد بدأ قول لي كان عندهم لمت الظهر راحوا فوق اللمتهم قاموا يتكاثروا. هني بالسعودية يعني بالأيام الماضية حققوا نتائج ما شاء الله تبارك الله. هم لهم الحين أنا أعتقد الخليج يسمح لهم هذه الرحلة أهم من رحلة أمريكا وأوروبا وأهم من كلش. احنا اعطيناهم المساحه بالعدديه. غريبه ان اليابانيين خلنا نرجع للذاكره قبل بدوا مع ساندي سايلنس وكانوا توجههم واضح من البدايه ان انا بروح للسباقات الكبيره. والمدرب العالمي بولقحفيل يوشيتاكي هذا ايقونه التدريب على فكره. اليوم يحتفل عيد ميلاده 62 سنه اليوم. هو لي هل يعني نقطه جدا جميله اللي جبتها. لو تلاحظ الخيول السباقات اليابانية مرت بعديد المراحل. أهم مرحلة طبعا كانت فاصلة هي استجلاب ساندي سايلنس وبعدين ديب امباكت وغيرها بعدين دخولهم المزادات وحضار وجلب أفضل الأفراس. لكن خلينا نقول بصراحة هل يوشيتو ياهاجي مع ظهوره مع الأسماء اللي قدمها لافزوليو وغيرها وشاريار والأسماء اللي ظهرت هنا والأسماء اللي ظهرت في السعودية والأسماء اللي ظهرت في البريدرز كاب وفوزهم على الأرضيات هناك هل تعتبر علامة فارقة في تاريخ السباقات اليابانية؟ هل نحن أمام مرحلة انتقالية كبيرة مثل ما كنا في مرحلة بعدين اكتشفنا أن مرحلة ساندي سايلنس هي مرحلة انتقالية كبيرة لليابانيين؟ شوف ما في شك اللي يتابع اليابان وطريقة عملهم يفهم أنه عندهم منظومة عمل تتغير أنا أعتقد كل 10 سنوات. لما تيجي تشوف هم اشتغلوا في البداية كان في الداخل بعدين كان لهم ذهاب للخارج على استحياء بعدين صارت لهم مشاركات أقوى بعدين أصبح الموضوع التنافس شرس. كانوا يقولون يعني حتى احنا في الفكرة عندنا دايم اللي تربينا عليه من احنا صغار القوة الضاربة أمريكا أوروبا وما حد يقدر يدخل في النص بينهم. دخلوا اليابانيين استطاعوا أن يضربوا جوا أوروبا واستطاعوا أن يضربوا جوا أمريكا بطريقة كانت متفردة. اليوم احنا يمكن أنا ليش أقول لك هيئنا مناخ مناسب أعتقد لليابانيين. اليوم احنا فترة إقامة سباقاتنا في الخليج مثل كأس دبي العالمي وكأس السعودية في فترة زمنية مرتاحة فيه النجوم والأبطال في أوروبا وأمريكا فيبحثون عن خروج إلى منطقة الخليج وكانت أول تعتبر لهم يسمونها يعني الرحلة السهلة. كان الأمريكان يجوا بنجومهم نذكر كيرلين وأروغيت وقرنار وكله ما بقى يمكن بطل يبقى فيه. ما كانوا صراحة يجدون الصعوبة الأوروبيين والأمريكان دائما في أي رحلة لهم على الخليج لما طلع لهم الآن اللي يسموها أو البعبع الياباني يعني أو الوحش الياباني. أصبح اليابانيين لا يقاتلون الأمريكان يقاتلون الأوروبيين مين أحسن مدرب تعال أنت هذا اللي كنتم طول سنين تمجدونه إحنا نفوز عليه. بدينا نسمع مدربينهم الحين صار يقول لك يوشيتو ياهاجي صارت الناس حتى تقول له قبعتك صارت القبعة يوشيتو صار يوشيتو ياهاجي بقبعته الخيال يوتاكا تاكي. بدينا الأسماء اللي بدينا نشوفها أصبح اليابانيين يدخلوا في حواراتنا في يومياتنا صاروا موجودين معنا. قبل كأس السعودية بساعات شفت يوشيتو ياهاجي هذا المدرب في المطعم قلت له إن شاء الله قلت لك اليوم بتشوف نفسك إنك تكسب اليوم ولا لا. زعل حط المعلقة أذكره لليوم الموقف. كان معي واحد الزملاء الإعلاميين فيصل السور قال أنا I come to win. قلت طيب إن شاء الله يعني أنت قول كان قلت يوم خلص السباق شفته يسوي لك كذا قلت له ان شاء الله الحمد لله. يقول لي نيكست دبي شكلك انت اللي زعلت علينا. يقول لي نيكست دبي انت شفت تقاشرت علينا على بيدرس كاب يا ابو سعد. بس ابو سعد ممكن اصبحوا بس للامانه النكهه الجميله اللي ظهرت معنا. انا بالعكس ترى ما ان شاء الله ياخذون اي حفل من الشوط الاول الاخير ما يهم لان احنا بالاخير كمنظمين يهمنا المستوى. نعم. لكن تظهر لي بهالمستوى انا هذا شيء يرضيني. نعم. بس ابو سعد ما بدنا نحكي عن شوط الكاس ولكن نعم. يعني نصف
المشاركين بالشوط الأخير الشوط الرئيسي هم من اليابانيين مثل ما كان عندنا مثل ما كان طبعا موجود. لكن أنا أتفق مع أبو سعد كلمة اللي قالها أن هم يغيروا السياسة، لكن في نفس الوقت مع تغيير السياسة هم واضح عندهم هدف أن دول الخليج هي أوروبا القادمة مثل ما احنا ياسا نسمع الحين بالتغييرات والأمور اللي ياسا تصير. لهذا أنهم بعد ترى فكرة دول الخليج اختصرت على اليابانيين الفترة الزمنية اللي احنا ياسا نتكلم عنها أنهم ياخذوا حصان من اليابان إلى أمريكا وينافسوا في السباقات، وانت عندك مكان أقرب ومن هنا تقدر انت توصل وتاخذ نفس الانجاز وتحسبها في في حزبة الفحل ويوقف فحل عندك وتطلع من النتائج بالعكس. او حتى نقطة ذهاب ونقطة نقطة أولى بعدين ذهاب لبريطانيا مثل ما صار مع بذرة لايون العام، صح فاز هني وبعدين صار ودوه على طول على بريطانيا. نعم جربوا تجربة أولى وغريبة بعد، صح كلامك، لأنه ودوه على طول على الساسكس أتوقع وكان على العشب وغيروا الرابع خلف بعيد. لكن شوف دائما انت اليوم لابد انك انت تنظر وتدخل في عقول الناس، ترى فروسيه فيها جزء منه اللي هي انتاج والدوره اللي احنا نعرفها، لكن في فروس ففي نظريه ثانيه انك انت تعرف المحطه اللي انا اقدر اتسوي منها واقدر اخذ منها نتائج. هي دول الخليج الحين في وقت الحاضر سواء كان في دوله الامارات او المملكه العربيه السعوديه، وحتى انا اللي عرفت من يابانيين بتواجدي معاهم مثلا في مكتب الإعلامي أنه يقول لك احنا جالس نفكر في استهداف القطار ونفكر في استهداف لو في دول إضافية في دول الخليج احنا نفكر ان نستهدفهم، لان صار عندهم ثقة كبيرة جدا من ناحية الانتاج. واليوم كاس دبي العالمي ترى على فكرة وجودهم هم عندهم يمكن تارجت كان ناقص قبل العام الماضي اللي هو مال بريدس كاب وكاس دبي العالمي وغيره وغيره في الجزئيه انتهت. لا الحين السنه يقول لك احنا نبى نكون العام هذا يكون عام ياباني. في فكره في نقطه مهمه بعد على السريع، ترى هم هزوا اركان امريكا واوروبا ترى، وهذه بدا يشتغل عليها الاعلام الياباني بشكل جدا كبير. اول كان يقول لك الامريكان، ترى للامانه كان الامريكان يقول لك احنا ذا ماسترز، احنا الاسياد في صناعه الثوروبريد والسباقات، وكان لما نطلع خيلنا خلاص ذا ديل از فينيش، يعني الموضوع منتهي. السنه هذه يوم جاء طيب في كاس السعوديه كحصان درجته 123 يعني، وكان هذا اعلى تصنيف ممكن يجينا، وحصان جاي ثالث في بريس كاب كلاسيك وورا ذا فلايت لاين وكذلك الاوروبيين. فلما جو اليابانيين اليوم كانوا اول الامريكان والاوروبيين كان يقول لك احنا اللي مسيطرين. اليوم اصبحت اليابانيين يعني شوف بن ثلاثة حصان بطل واخذ كاس السعوديه، بس ترى مش الفيفوريت في اليابان، ترى مو بالحصان الاول في اليابان. صح. فاليوم هم صاروا يقولوا لك احنا جالسين نهدد اركان امريكا واوروبا، بس مجرد انهم ما خرجوا لانه صار في بيننا نقطه وسط او نقطه التقاء. اول احنا كنا نروح عندهم ويمكن كانت تخدمهم انه خيلهم مقيمه والاوروبيين خيلهم مقيمه، احنا مسافرين. اليوم هم صرنا احنا نسافر هم يسافرون، نلتقي في النقطه هذه. اليوم هم ما عندهم عذر ولا احنا عندنا عذر. صحيح. بس احنا خيلنا. ولك عبره العام الماضي ترى يوم اخذوا خمسه في امسيه كاس دبي العالمي، خمسة. وواحد من الأشواط جو ثاني بعد، مثل ما تقولين اليابانيين في قوتهم هذا الوقت من الموسم من شهر 11 إلى شهر 4-5 هم في قوتهم يغزون السباقات بهذا التوقيت. هم أضعف في 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 الأرك ذا تريوم في شهر 7-8 هم صيف بداية الخريف، يمكن هاي راحة وقت راحة ما يقدرون، هم طول السنة يركضون يعني ما يعني ما عندهم الوقت فترة توقف طويلة للراحة. لكن هم جايين مع مرشح للجودولف المايل وجايين أيضا مرشح لكاس دبي العالمي، ولكن أنا يوم شفت أن داخل لكاس دبي العالمي ما كنت متفائل، أن قلت ليش ما راح للترف مرة ثانية ويعود الكرة، ليش يروح لكاس دبي العالمي ويجرب شيء جديد عليه اللي هي أرضية مغايرة. الأرضية اللي في السعودية غير، الستايل أوف ريسنج غير، المضمارين مضمار سعودي ومضمار ميدان مش متشابهين أبدا، ما تقدرين تربطين بين المضمارين بنفس المستخرجات ونفس النتيجة اللي تطلعين فيها في السعودية وما تطلعين فيها في ميدان، وما صار ما صار التقاء للنتائج على السنوات الماضية. رحنا صار شيء ثاني، صار هناك وصار على العشب. رحنا للداربي من داربي الإمارات ومن خيول الإمارات اللي كانت متأهلة للداربي، تتكلم عن صار العشب ولا الرملي. الرملي يعني ما في نقطة التقاء بين الاثنين.
كونتري جرامر المستفيد من بين المضمارين هذه. أنا أتوقع هو يقلب الطاولة على المرشح الأول لأنه كان في الأمتار الأخيرة كان يلحق اللحوق خطير. حتى قالوا إنه تنقصها الميتين. تنقصها الميتين أو غزر الأرضية اللي في ميدان عندنا السوفت أكثر اللي في صح. اللي في السعودية عندهم الود الخشب الخشب مخلوط مخلوط فكانتري جرامر يمكن يكون اريح له زين. انا من النوع الطماع فاذا جرينا كنت القرم وكذا ممكن حتى نخلي الجودل فايل ونبدا على طول في كاس دبي لذلك خلونا معكم في شوط الجودل فين مايل لنرى معكم الاسماء التي تشارك والتي تم دعوتها من نادي دبي لسباقات الخيل وهيئه الامارات لسباق الخيل في ثاني اشواط امسيه كاس دبي العالمي على مسافه 1600 متر وايضا في تمام الساعة 4:05 سوف يقام هذا الشوط. الأسماء المشاركة هي: الرقم 1 سوف يكون أتليتيكو الكولانو القادم من الأوروغواي الذي شارك لخمس مرات في مضمار ميدان يشارك في سباق الجودل فين مايل بقيادة خوسي دا سيلفا. الرقم 2 هو حامل لقب العام الماضي بادرات ليون القادم من اليابان مع ريوسي ساكاي بعد أن كان بطلا في السعودية في شوط 1351 تيرف سبرنت هو ذا يتحول إلى الأرضية الرملية ويدربه يوشيتو ياهاجي صاحب القبعة بنسميه بعد السعودي اليوم صديقي صديق سعد. الرقم 3 هو ديزرت ويزدم أحد الأسماء المحلية مع المدرب الإماراتي أحمد الشميري وبقيادة أدريد فريز. أما الرقم 4 فهو ديسكفري آيلاند المتأهل من شوط برج نهار والذي سيقوده الفارس جيمس دويل لتدريبات بوبا تسيمارو سينطلق من البوابة 12. أما الرقم 5 فهو الوافد من فرنسا وممثلا لفريق جودلفن الإماراتي بقيادة مايكل برزلونا ويدربه أندري فابر وهو الجواد إيغوت. أما بالرقم 6 إيفر فاست الذي يمثل الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل المدرب المحلي دوغ واتسون وبقيادة أوسكار تشافيز. أما جولدن جولد جول الذي تأهل من شوط جبل علي بورت في ميدان يشارك من البوابة 13 بقيادة سام هيتشكوت. آيزوليت الذي كان في المركز الثاني خلف ساوند ماني في مهب الشمال وتأهل من ذلك الشوط إلى هذا الشوط مع تايلر غافولياني تدريبات دوغ واتسون. آيزوليت سينطلق من البوابة الثانية. الجواد الياباني الآخر لودا سايون سوف يشارك مع قيادة الفارس بايرزهان مورزابايف وبتدريبات تاكاشي سايتو وسينطلق من البوابة الخامسة. لو أوف بيس بشعار ناصر عسكر سوف يشارك مع بوبة سيمار وقيادة ريتشارد مولن من البوابة السادسة. أما برنس إيجي للشيخ محمد بن عبيد المكتوم فبقيادة بادوبس ويدربه دوغ واتسون ومن البوابة 11 انطلاقته. أما رايب فسينطلق بالبوابة الرابعة. دينونيل سيقوده تدريبات مصبح المهيري. رويال ميوز بالرقم 13 مع تاغوشي في القيادة تدريبات بوبات سيمار. وآخر الأسماء المشاركة أيضا هو ياباني وباسم وين كارنيليان كوسي ميورا على القيادة وتدريبات يوشي شيكاتو وسينطلق من البوابة التاسعة. نعم عبد الرزاق، قبل ما نبدأ الحديث عن الترشيحات يعني أنا متحمسة أسمع رأي عبد الله، لكن خلونا نتحول بداية لنستمع إلى هذه المقابلة التي أجراها زميل محمد التميمي مع المالك ناصر عسكر، نتابع. شكرا ريا وشكرا عبد الرزاق، فعلا متواصلين معكم يعني من خلال تغطيتنا لأول الأمسيات هنا من الكأس العالمي، حيث هذه الأمسيات اللي أكيد تسبق الحدث الكبير كأس دبي العالمي. يمكن إذا تشوفون الصورة خلف الكاميرا ما شاء الله احنا ما كنا متوقعين ان من اليوم راح نشوف هذا الازدحام، سواء كانوا من الملاك او ايضا من عشاق هذه الرياضة، ممكن ايضا مدربين ممكن نشوفهم خلال اللحظات القادمة، لكن في ازدحام من اليوم وكأنهم قاعدين يقولون يلا نعد العدة لأكيد تاريخ 25 والحدث الكبير الحدث المهم. واحنا مثل ما نعرف بأننا قاعدين نتكلم ونتطرق لهذا الحدث اليوم، ايضا يهمنا نشوف الاستعدادات بالنسبة للملاك او بالنسبة للمدربين. اليوم أحد الملاك اللي داخل أيضا في هذا الحدث وبقوة في كأس دبي العالمي، عنده أيضا في جودلفين مايل وأيضا عنده في داربي الإمارات المالك الكبير ناصر عسكر. بداية أمسي عليك وأقول لك أكيد أتمنى لك التوفيق من خلال الحدث هذا كأس دبي العالمي.
عندك اسمين واسمين أكيد أنت داخل فيهم وكل ثقتك فيهم، لكن إذا تكلمنا اليوم عن أحد الأشواط المهمة اللي داخل فيها هو ثاني الأشواط الجودلفين مايل عندك مع لو أوف بيس، هذا الاسم اللي يمكن من خلال الموسم الماضي يعني ختم موسمه بانتصارات متتالية، يمكن آخر مشاركة حتى كانت له انتصار، دخلت هذا الموسم متأخر نوعا ما ولكن في ثبات أيضا في مستوى لو أوف بيس، نتكلم عنه. بسم الله، مشكور يا أستاذ. الحصان لو أوف بيس السنة الماضية فعلا أربعة وينر، أربعة فوز وكان جاهز، بس السنة هذه صارت له شوية مشاكل في الحافر وما لحق إلا في الآخر، وجرى ركض ركضة جاي رابع في الألفين، وعلى ضوء النتيجة حصل على ريت زين ودخل جودلفين مايل. والحصان هذا نتمله فيه خير إن شاء الله، هو حصان هجومي يقعد آخر وبيهجم في الآخر، لو حصل تغرى كيف يطلع حيسوي نتيجة. كيف شفته يمكن في التدريبات يمكن من خلال الاستعدادات لهذا اليوم؟ هل أنت أنت عندك اسمين طبعا، عندك لارش أيضا في اللحرش في أكيد داربي الإمارات، يعني مقارنة بينهم الاثنين ترى من اللي ممكن أنه يسعدك؟ وأنت أكيد تبقى أي واحد منهم يسعدك؟ والله الاثنين نتوقع يسعدوني، بس لحرش نتوقع أفضل. لحرش حصان ممتاز، ولأول مرة نتوفق في المسادات، اشتريت من كل سنة نشتري من إيرلندا وبريطانيا وأمريكا، بس مثل الحصان هذا ما هاي نقطة بالبريزاب في المزادات. اليوم نتكلم المزادات اللي موجودة في الإمارات، وأنت من 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 اللي دائما يشترون من هذه المزادات، ونشوف النتائج ما شاء الله اللي موجودة بالنسبة لشعارك خاصة من خلال هذه المزادات. اليوم كلمة يمكن كثير من الملاك يتخوفون من المزادات اللي موجودة هني، ولكن احنا نشوف بالعكس النتائج الجميلة تأتي أيضا من هذه المزادات. صراحة لأول مرة أنا أتوفق في حصان زين، اشتريت ممكن 100 حصان، كل سنة نشتري 6 7 8 من وين؟ من إيرلندا وبريطانيا وأمريكا. ما توفقت، حصان هذا بطل بإذن الله، بس الجرية الأخيرة ممكن الجوكي ما كان في يومه، الحصان جاهز وبارك الله في الأستاذ مصبح ما قصر، هو اللي جاهزه وهو عرف كيف جاهزه، وركض ركضتين ما قبل الاخيرات كل الخيل جاي وراه يمكن عشان المسافه في المشاركه الاخيره؟ لا مو مسافه، تحضيري فاز ايزي، وكانت الارضيه مبتله، لو مو مبتله ممكن يروح ون فور لونج عليهم ما شاء الله. بس الاخير رجع الحين، طيب الكل متوقع انه يوم الكاس كان بيفوز ايزي، بس ما اقول لك الحصان جاهز بارك الله في مصبح، بس الجوكي ممكن ما كان جاهز هذاك اليوم، ما توفق، ما قدر ياخذ الريل قبل ايزي، ياخذ الريل الحصان. الحصان هذا قلت لك اول مره نتوفق فيه، وباذن الله اكيد الديربي حيكون من المزاد، يا راج يا جوس ريجو يا لحرش منتصر من المزاد ألف عالمية بإذن الله. أنا أقول لك إيه، فلهذا عندنا حافز كبير للمزاد هذا، وشهادة لله أن وكفوا ووفوا الناس المسؤولة على هذا المزاد، ووفرونا الخيل الممتازة اللي ما ممكن بأسعار نفس الأسعار غادي، ليش ندفعنا في النقل؟ عارف أنت النقل من أمريكا 20,000 دولار، من بريطانيا حوالي 10,000 دولار، نشتري هنا وخيل جاهزة ورايقة ومية في المية كفحولة، أفضل فحولة في العالم موجودة هنا، فلهذا الفرصة أي حد يشتري. أنا أول مرة أحصل على حصان زين، أهم شيء أنك راضي على هذا الحصان، وأتوقع من خلال هذا الرضا إحنا نقول لك أكيد أيضا ناصر إحنا نتمنى لك التوفيق، ونتمنى تكرر سجدة الانتصار اللي كانت موجودة أكيد. والله يا ريت، نتمنى ذلك والله ان شاء الله، متامل انا متامل باذن الله كل التوفيق. اهم شيء التفاعل. الله يبارك فيك، شكرا شكرا سلام. يعني زملائي في الاستديو يمكن اكيد التوقعات هذه بالنسبه للمالك، اليوم الملاك دائما لما يدخلون لكاس دبي العالمي في اي شوط من الاشواط دائما نظرهم او يعني طموحهم انهم ياخذون هذا الشوط، مثل ما نشوف ناصر داش، يعني المالك ناصر عسكر داش باسمين وبشوطين ايضا مختلفين، اكيد نتمنى له التوفيق. اكيد هناك البقيه واكيد الكثير الحديث عن ذلك عندكم في طاوله الحوار، ترجع لك الكلمه.
شكرا لمحمد التميمي طبعا، وشكرا للرسامة مريم منصور يلي بعدها مرافقتنا باستوديو الكأس العالمي. الحديث كان عن لو اوف بيس. عبد الله، يعني توقعاتك في مشاركة هذا الخيل في شوط جودولفين مايل؟ هو لو اوف بيس حصان يعني بسم الله ما شاء الله عليه، لا غبار عليه من ناحية النتائج اللي قدمها في السباقات. الحصان ما شاء الله على أرضيتين نفس المستوى، وواحد من الخيول المزاد اللي فعلا يمكن راعية كان محظوظ من ناحية هذا الخيل انه حصله في مزاد. ستايله ممتاز، من الخيول اللي حاب انه تنقض من الصفوف، وما شاء الله تجاوز الخيل بكل ارتياح. لكن هذا العام الحصان نوعا ما شوية عنده عدم الثبات في المستوى. اعتقد العام الماضي لو كان توجه لجودلف المايل كان في فرصة أكبر وأفضل، بحكم أن الحصان كان في روجة في كان ماشي على الانتصارات، وأعتقد الحصان الوحيد اللي في الموسم كان عنده 5 انتصارات يعني صحيح. متتالية. وهذا يدل فعلا أن عام كان مختلف وهذا العام مختلف، لكن احنا نتمنى توفيق طبعا لناصر عسكر مالك. بسم الله ما شاء الله يعني من الملاك اللي عندهم طموح وعندهم نظرة وعندهم يعني ما يستسلم بسهولة، وهذا الشيء المطلوب في هذه الرياضة. لكن في أسماء أنا في وجهة نظري اليوم في جودلف المايل أفضل وأقوى. وغريبة عبد الرزاق أن الهانديكابر ما صاد هذا الخيل ولا نقطة من مراحله، أنه يحصل هانديكاب 107 بعد ما كان 98 وخاصة 3 أطوال خلف سلود ذا سولجر. لغاية الآن إحنا ما وصلنا إلى قاع هذا الجواد وما إمكانيات هذا الجواد. والعام الماضي يمكن كان هي واز اندر ريتد في الهانديكاب وما كان يحصل الريتنج اللي هو يدخله للسباق. ولا تنسى العام كان عندهم سيكريت امبيشن بعد، فكان التعويل عليه في المايل اكثر حتى أكثر من بوبات سيمار ومن ناصر، فبالتالي برج نهار وللسباقات الثانيه كانوا يودون لها سيكريت امبيشن. اتوقع لو كان ايضا بعد الجواد هذا موجود في تلك الاستحقاقات يمكن حتى كان تاهل العام. وانضرب بعين ترى على فكره هالجواد انه فاز في يومين على التوالي وعقب ما شفنا بدايه الموسم واختفى. فقال اللي سواه السنة اللي طافت يعني وين الخيل، ما طلع في السباقات إلا شهر واحد يعني كان محتاج أول ركضة، وأول ركضة كانت he's a very honest horse اللي أنك تتفاجأ بالأداء اللي قدمه. 3 أطوال فمسافة 2000 وهي أول مرة يجرب المسافة 2000 خلف سلود ذا سولجر. يمكن نحن نشوف الخيل هذا لكأس دبي العالمي السنة القادمة ولا لا، لأنه يأخذ 107 من مشاركة في 2000 متر هناك مكتوب تشالنج للسنة القادمة. أنا توني اكتشفت أن استيعابي شوية بطيء بهذا الوقت، سلفنا مساعة عن فانثلاسة وعبد الله الحين قال على الأرضيتين تيهيت في بالي. على فكرة في مفارقة أن فانثلاسة العام فاز هني على العشب، صار السعودية فاز على الرمل، وفي نفس الوقت يشيتو يا هاقي ياب بدرة ليون هني على الرمل وداه السعودية على وين؟ على العشب وعلى مسافة أكثر. على مسافة أقصر والمسافة أقصر ونفس المالك ونفس ونفس المدرب فقاعد يلعب يشيتي يا هاقي. شوف قاعد يودي عشب رمل ورمل عشب ويفوز هني وفي دبي وفي السعودية. هذا هو طبعا ما شاء الله في التدريبات الصباحية طبعا. على فكرة معروف بيشيتي يا هاقي دائما يحط الأسلوب البندج في خيله بالطريقة هذه، عشان حتى هو اليابانيين بالذات خيل يشيتي يا هاقي يحبوا يطلعونها من ضمن الخيل تشتغل الصباح، يلفونها دائما البندج عكسي، الألوان تكون عكسية عشان يعرفونها. اللي على فكرة هو درب الحصان، آخر حصان فائز في التاج الثلاثي الياباني كونتريال اللي اعتزل الآن في اليابان كان يدربه كذلك في شيتو ياهاقي، وسووا له حفل اعتزال حضر أكثر من 170,000 شخص جوا اليابان. اليوم يسمونه في اليابان شيتو ياهاقي الأب الروحي للمدربين في اليابان، ويأملون أنه يطلع جيل جديد من المدربين. هذا هو شوط العام، هذا انتصاره هنا العام الماضي، واعتقد الحصان قدم شوط نموذجي جدا للأمانة يعني. اعتقد الشوط انه بنسبه 70-80% في يد اليابانيين، ان كان في الحصان هذا وفي حصان ثاني اسمه وين كورينيل. انا ما بتكلم عن الفايز، شوف الجاب بين الاول والثاني، الجاب قام يسكر في اخر الامتار. نعطي كريدت للمركز الثاني اللي ما شفناه هاي السنه يؤدي بالطريقه الايجابيه اللي هو ديزرت وزدم، لان ما كان محظوظ في البوابات دائما ويبغي الريل باي طريقه ويكون مخزن للمركز الثاني. اخر مشاركاته خلف ديسكفري ايلاند فارق طولين، يمكن يكون قريب جدا هذا الموسم ديسكفري ايلاند. جربوه على مسافه ال2000
وكانوا يتوقعون انه بيتم على مسافه 2000، لكن اليوم انا اشوفه مناسب لجودرف. نعم. بس فيصل، ليش وين كارنيليون بالذات؟ يعني هذا حصان عنده مستوى كويس في اليابان، واعتقد اذا في حصان خطر ثاني فهو قبضه اليابانيين في هذا الشوط قبضه بدون حديد. يعني هذا الحصان كسبان جاي من اليابان، كسبان جريد 3 في مضمار طوكيو. لما تيجي تشوف التايمات على 1600 اللي كان يسويها في اليابان أقوى من التايمات اللي كان يسويها بذرة ليون على 1600 في اليابان. يعني هو في اليابان كان يكسب 1600 على التيرف. شوف هذا سباقه في اليابان، شوف هو طبعا الأول الفرست اللي على الريل من جوه، كسبان في اليابان 1600 بدقيقة 31، بينما بذرة ليون يكسب دقيقة 34 و35، فهو كان يجيبها عنه. في فروقات، حصان هذا عنده إمكانيات جدا كبيرة. النقطة الوحيدة اللي بتكون عليه انه اول مره يركض ديرت، يعني هو حصان دايم، يعني بذره لاين يمكن متعود ديرت تيرف ديرت تيرف يروح، هذا اول مره يركض ديرت هنا. طبعا يدربه كاسومي موري، يعتبر في ترتيب المدربين في اليابان هو يعتبر الثالث، ويعتبر ترى ند شرس ليوشيتو ياهاغي، فهم متواعدين. يعني حتى انهم في مثل ما تقول صار في المدربين اليابانيين هاكايدو موري وهذا المدرب وثانيين، بعد ما صارت الاضواء بشكل كثير على يوشيتو ياهاغي بدوا يطلعون خيلهم الزينه. بعد تعرف انا لما نكون احنا كنا في موسم عندنا خيل بس صار يطلع يوشيتو ياهاغي كثير يسوي نتائج، بدا ياخذ الشو في اليابان، بدأ المدربين اليابانيين الآن الثانيين يبغوا ياخذوا نفس الشو، بدأ يرسلون خيلهم الزين اللي ما كانوا متعودين يطلعونها برا اليابان، فهذا شيء حلو، شيء جميل. وإحنا نبغى طفرة. إيه نعم، إحنا نبغى نشوف المدربين اليابانيين التعدد. أنا أبغى أشوف اليوم، يعني لما أنا أشوف المدربين في الإمارات ما أبغى أشوف مدرب واحد، أبغى أشوف تعدد، أنا أبغى أشوف متعدد في عدة نقاط. وشفنا هذا الشيء سابق من الأمريكان بوب فورتود بلاتشر ستيف إسمسون إلى غيرهم، نبدأ نشوف التعدد الياباني، ما أبغى أشوف واحد أنا فقط في الصورة. نعم. أنا عندي نقطة عن بذرة لاين عبد الرزاق. تفضل. نتوقع هو بعد ما فاز هني استقوى حسب القوة، يبغى يروح أوروبا. وكوين راح؟ راح جودوود. يا ريت راح مضمار ثاني. راح إلى أصعب تضاريس المضامير في بريطانيا. أذكر. في نزلة وفي صعد. هو توقع إنه بيروح فلات. ولو رايح. وشوط قوي. ولو رايح الأسكت. في حد يوم قلنا ليش راحوا مركز رابع، في حد قال انه كانت بالعكس كان النتيجه ايجابيه، لانه جروب 2. انا قلت لانه جودولفا مال جروب 2. انت وين بتطلع؟ لا جروب 1 وقابل منه بعيد، وكان معاه بعيد ما كان شوط سهل. انا اقول المدرب ما درس المضمار. انت لاحظ فاز في السعوديه على التفافه السريعه وسبرنت اخير في الامتار النهائيه فلات سيرفس، وهني فاز بعد بنص الطريقه صاير جودوود. لا هاي انا مدرب بفرض ساعات امكانياتي، ولكن تضاريس المضمار لابد اني ادرسها. قال عبد الله تجارب عشان نفتح باب في بريطانيا. وصار فرنسا. كيف ممكن وصار فرنسا المدرب ما حط بباله ان الفرنسيين يركضون على ارضيه فيري 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 سوفت. الارضيه اللي يركضون فيها في الارك او في المضامير الثانيه ما يركضونها في العالم. هي تسوي دروب لابطال اوروبا، ما بالك عاد اذا جاك من برا اوروبا الياباني. بس في شغل على عبد الرزاق، يوم تشوف بذره لون في السباق الماضي حصان واصل خط النهايه وهو نظيف، مش نهايه وهو نظيف ما شاء الله، مو ماخذ كيك باك كلين. طيب بوابة رقم 1، اليوم بوابة رقم 8. أنت اليوم يا ستتكلم عن مجموعة من الخيل، صح إن هي داخلة لها وضعها ولها أسلوبها، لكن أنا أعتقد أن السنة هذه لا الوضع يختلف، يعني وضع يختلف بدخول أسماء في هذا الشوط. طبعا مثل البرنسيجي عام الماضي ما كان موجود، يعتبر واحد من المرشحين. ديسكفري آيلاند الحصان اللي طلع من جبل علي كلاسيك عام الماضي وهذا العام متغير تماما في المشاركة الماضية، وأسوليت اللي هي الثانية خلف حصان يعتبر واحد من المرشحين في جولدن شاهين. لهذا أنا أتوقع لا بالعكس، القبضة هي موجودة عند الكل الحين في وقت الحاضر في جودلفين مايل متساوية، لكن هل في نقطة بذرة لين بعد في نقطة ثانية عبد الرزاق اللي هي شو اللي حصل في الريس؟ أن الكل ما كان حاط في باله بذرة ليون انه هو يمكن يروح ويكمل، لهذا كل وقت كان ماسك. هالمره انت خلاص مكشوف، ترى احنا في سباقاتنا في دوله الامارات اليوم انت يوم يعني لا يلدغ المره من الجهر مرتين. نعم. وبذرة ليون اليوم لو طلع بنفس الطريقه اللي طلع في العام الماضي لك اللي تبغى. طيب خلينا سريعا لانه خلص وقتنا، ناخذ من كل واحد منكم ترشيح اسم. عبد الله انا بروح مع اسوليت في الريس. نعم. عجريت. فيصل انا بروح رقم 14 وين كريلين.
الياباني اللي يصير من العشب على الرملة والمرة يرشحها فيصل. أنا مع اليابانيين ترى، أنا من عشاق اليابانيين يعني، وإن شاء الله يا رب. عجبني ترشيحك. أنا مع بدرة لاين الثنائية، عنده تسارع من البداية للنهاية ما حد يقدر يعني عندنا رأيين مختلفين تماما. ثلاثة زين، أنا بحصل اللي ثلاثة أنا بحصل اللي يباه أبو مايد بعد بحصل له اللي يباه. أنا بس أشكرك. أنت بس أشكرك أبو خليفة. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من الكأس العالمي. الموعد يتجدد غدا على قناة دبي ريسينج في تمام الساعة 8:30 للحديث أكثر عن أشواط جديدة ضمن أمسيات كأس دبي العالمي. كونوا على الموعد في الغد. اليوم كانت لدينا سباقات رملية، غدا سوف نستفتح معكم الحديث عن سباقات العشب، سباقات المسافات الطويلة، والعديد العديد من الأبطال القادمين من حول العالم في الكأس العالمي، والحلم الذي سيتحقق لتسعة فائزين بإذن الله تعالى في يوم السبت القادم غدا بإذن الله تعالى على نفس الموعد. جزيل الشكر لزميل عزيز ريا رمال ولضيوفنا الكرام، لكم أنتم مشاهدين الكرام أكبر وأجمل تحية، على أن نكون قد قدمنا لكم ما يليق في الافتتاحية للكأس العالمي والعدة التنازلي لكأس دبي العالمي. على أن نلقاكم يوم الغد، هذه تحية وتصبحون على ألف خير. إلى اللقاء.